شام يا شام يا شام، قولي الحبايب نايوافونا، قرب يجي تشرين، خلي وحياة العمر ما حقني لولا نحن نطرنا وهني ما تجو يا شام يا شام يا طاير من فوق الشام، نازل عبرد يلاقي رب الحمام، عجناحه لسوريا حامل سلام، ضو يا شمس بلادي فوق الايام. طير الحرية طاير من فوق الشام، نازل عبرد يلاقي رب الحمام، عجناحه لسوريا حامل سلام، ضو يا شمس بلادي فوق الايام. علوها علو الراي سوريا صارت هاي، علوها علو الراي سوريا صارت جبال العز انضواي، طول الايام الروح بترقص لك يا شام. طير الحريه طاير من فوق. صباح الخير لجميع مشاهدي الاخباريه السوريه، ورمضان مبارك لجميع الصائمين. ان شاء الله هالايام وهالشهر المبارك بيعود بالخير لارضنا، والسلام لبلدنا، والنصر لابطالنا ابطال الجيش العربي السوري المنتشرين على الجبهات كافه. حلقتنا لليوم بتحمل مواضيع متنوعه وعديده، ومثل كل يوم بنطلع عليكم بشهر رمضان من مقهى المكتب بدمشق. قبل ما نبدا بالطبع بنوجه السلام لحماة الديار، صباحكم عز وصباحكم نصر، ويسعد صباحك سالي. يسعد صباحك يا سلمى، واكيد صباح كل مين عم بيتابعنا عبر هوا الاخباريه السوريه. تمام العشرة الصبح من كل يوم عم نكون معكم برحله صباحيه تحمل النكهه الرمضانيه بمواضيعها وضيوفها، واكيد ضمن هالرحله عم يكون لكم مشاهدينا مشاركات باسئله واستفسارات مع ضيوف الحلقه. ومواضيعنا لليوم متنوعه بين الفن، الطب، والاختصاص الاجتماعي الى جانب الرياضه. كل التحيه لابطال الجيش العربي السوري بالبدايه واكيد بالختام يلي بفضل تضحياتهم نحن مستمرين. فاصل وبنبدا حلقتنا لليوم. أكيد سالي، مثل كل يوم نبدأ رحلتنا بجولة سريعة على أبرز الأخبار المنوعة حول العالم، والبداية من دمشق الصغرى. كما يحلو للعديد من سكان مدينة نابلس بفلسطين المحتلة أن يطلقوا عليها. أكيد سلمى، حيث تتحول الأسواق والمحال التجارية الموجودة بالمدينة القديمة في نابلس عن تقديم حلويات ومنتجات اليومية، أنه بيقدموا مأكولات ومشروبات خاصة ومميزة بالشهر الفضيل. ومع اقتراب نهاية هذا الداء، العديد من المحال بالبلدة بصنع كعك العيد. خلونا نتابع الأجواء سوا.
سالي، ما في أجمل من المدن لما تلبس حلة مميزة بالشهر الفضيل. أكيد دائما سلمى منلاقي بشهر رمضان المبارك في تميز وفي عادات طبعا نحن منطبعة بذاكرتنا. أكيد يا سلمى. أكيد سالي، حنروح لخبرنا التالي. هو ما كتير بعيد عن أجواء رمضان ولكن من عالم التكنولوجيا، حيث أطلقت شركة جوجل موقع خاص بالمصلين لإيجاد اتجاه القبلة بدقة وسهولة بمناسبة شهر رمضان المبارك. سلمى، وبيبحث عدد كبير من مستخدمي الانترنت عن برنامج أو موقع أو تطبيق لتحديد اتجاه القبلة للصلاة باستخدام هواتفهم. وقدم جوجل عربية على حسابه الرسمي بموقع تويتر فيديو توضيحي يكشف طريقة استخدام الموقع لتحديد موقع القبلة. سلمى، ويكفي أن يدخل المستخدم إلى الموقع ليحدد مكان تواجده، ثم يبحث الموقع عن مكان القبلة، وعند إيجادها يخبرك أنت الآن باتجاه القبلة، ويقدم لك مسافة التي تبعدك عن الكعبة في هذا الاتجاه. سالي، خلينا نروح سوا بعد هذا الخبر لخبرنا التالي، حيث حذرت مجموعة من الأطباء من تناول مشروبات الطاقة خلال شهر رمضان المبارك، لأن الطاقة التي تمنحها ما هي إلا طاقة وهمية سرعان ما تختفي وتصيب الجسم بحالة من الخمول. أكيد سلمى، حتى بتصيب الجسم بكثير من الأضرار، فعلبة واحدة تؤدي إلى ارتفاع الضغط وسرعة في خفقان دقات القلب، كما أنها تحتوي على نسبة عالية جدا من الكافيين، فعلبة تعادل 12 كوب من القهوة، كما تحتوي على مجموعة من الفيتامينات بنسب مبالغ فيها تصل إلى 200%، مثل فيتامين بي البانتوفينيك، والتي قد يسبب أضرار مثل سرعة ضربات القلب والشعور بالتنميل والوخز بالقدمين واليدين. يعني سلمى، مشروبات الطاقة هي كنا نستخدمها يعني في حال مثلا كان عنا فحص أو شيء، بس يمكن بشهر رمضان شوي أنه نخفف من الكافيين من المنبهات مشان يرتاح الجسم، فمشروبات الطاقة مثل ما قالها فايدتها كمان إلى مضارة. أكيد سالي، وبالعموم هاي المشروبات بتأثر بالمدى البعيد على جسم الإنسان، يعني سواء برمضان أو غير رمضان هي غير مستحب أنه الشخص يتناولها. تمام يا سلمى، وهلأ رح نروح لخبرنا الأخير بجولتنا لليوم، وهو لأصحاب حب المغامرة. فشي مرة فكرت أنه تاكل وجبة طعام وأنت معلق بالهواء، هاي تجربة فريدة من نوعها و طبقت بمطعم بلجيكي، طبقها لزبائنه، وهي تجربة تناول وجبة الطعام على طاولة معلقة في الهواء. خلونا نتابع مع بعض. Experiences, because experiences are better with crazy guys on the wall. I hope. سلمى، تجربة حلوة مثل ما تابعنا، يعني هو الأكل متعة، كيف إذا كان بالهواء؟ ما بعرف إذا مثل ما شفنا في ناس كانت شوي خايفة وهي عم تاكل، يمكن هذا الشيء بيناسب للناس اللي عم تحاول تعمل رجيم إنه بتخفف أكل عن رعبة يعني، بس نحن ما بظن، ما بيأثر معنا؟ لا، إذا بنحب الأكل لا ما رح يأثر. أكيد يا سلمى. خلينا نروح بعدها جولة المنوعة على أبرز الأخبار حول العالم، ورح نرجع لسوريا وتحديدا للشام يلي اشتهرت عبر الزمن بأجواء رمضانية المميزة والطقوس يلي بيعيشها سكانها. صحيح يا سلمى، هلا بدنا نتابع أجواء شهر رمضان المبارك بخيمة مدينة الياسمين وأهل الفن اللي كانوا فيها بالمادة التالية. سوريا راجعة وشايفة
عشان خدوني وحبابي فرجوني سوريا راجعة وشايفة بعيوني. بإذن الله لن يستطيع إنسان أن يلوي ذراع هذا الوطن مهما كلف ثمن، وأي سوري أي سوري أنا بفتخر فيه مهما كلف ثمن. حتى الناس اللي طلعوا برا البلد أنا بتمنى يرجعوا للبلد، لأنه هاي البلد سوريا لا يمكن أن تستغني عنهم، ما حدا الظفر ما بيطلع من الجلد، فهن طلعوا الله يسهل لهم إن شاء الله حيرجعوا ويرجعوا يرجع الوطن يقوم على شرفاء ويقوم على قيادته الحكيمة، ورح نرجع نتربع على عرش الدراما أكثر فأكثر فأكثر. واليوم الحمد لله على الساحة في أعمال سورية بترفع الرأس، فالحمد لله نشكر الله قادرين نسبة موجودية لغاية اليوم، التعليم ببلاش لغاية اليوم، جامعاتنا ببلاش لغاية اليوم، مشافينا ببلاش. تعرفي أجواء رمضانية دائما بسوريا هي بتكون عامة بالخير وبالسعادة دائما بوجود هالناس. هلأ أكيد بوجه طبعا للمغتربين أنه الحمد لله بلدنا بخير وإن شاء الله أكيد حترجع أحسن وأحسن بوجودنا فيها ومحبتنا فيها اللي هي مخلتنا أنه دائما نكون متواجدين حتى بشهر رمضان المبارك، وإن شاء الله بينعاد على الجميع بالخير والسعادة، ويا رب هيك كل اللي عم بيشاهدونا المغتربين شهر رمضان المقبل بيكونوا موجودين معنا بسوريا ومنعيد سوا ومنفرح سوا. هلأ نحن انتقلنا من شيراتون لفندق القيصر للمرحلة الثانية من خيمتنا، خيمة مدينة ياسمين. نحن نوعد انه عنا ضيوف لبنانية وسورية على مستوى كتير عالي، وعاملين عروض كتير كبيرة بتتناسب مع شهر الخير شهر رمضان الكريم. سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي والدايم اللي بيروي الأرض شربان رجولي تنسوني وقت بيخلق باسم المجد بينطق سوريا بيتعلق هي أم الحنون عشاق 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 لخدوني. نروح يا سلمى هلأ للأحداث الجديدة اللي بتتسجل بذاكرتنا وبتترك بصمة ممكن تشكل فاصلة تحول بحياتنا، فشو الأحداث اللي تركت بصمتها مثل هاليوم من تسع حزيران؟ نتابع سوا. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1770 المستكشف البريطاني جيمس كوك يكتشف الحاجز المرجاني العظيم على سواحل أستراليا، وهو أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم. عام 1951 البرتغال تعلن اعتبار موزمبيق الإفريقية جزءاً من الأراضي البرتغالية باعتبارها إقليماً فيما وراء البحار. عام 1964 الحكم على الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة. عام 1971 الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة. عام 2009 منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباء عالمية. وفي مثل هذا اليوم من عام 2010 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 19 المقامة في جنوب إفريقيا. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1917 أسمى هان، مغنية وممثلة سورية مصرية. عام 1937 روبن وون، عالم أسترالي في علم الأمراض حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2005. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1936
روبرت هاورد كاتب أمريكي. عام 2015 كريستوفر لي ممثل بريطاني. سالية، بيقولوا أنه أشهر الصيف تعتبر فترة استراحة للطلاب من الدرس والكتابة بعد سنة درسية طويلة، ولكن بالمقابل كتار من الأهالي بيستغلوا هالفترة لتقوية أطفالهم بدورات لغة أو نشاطات تانية، ومع الظروف العامة اللي عم تعيشها سوريا أدى هالشيء لتغير كتير من هالتفاصيل. أكيد يا سلمى، وبتبقى اللغات والتمكن منها موضوع كتير مهم للمستقبل بالتقدم لأي عمل، فكيف ممكن يستغل الأهل الصيف لتعليم أبنائهم اللغات وحتى بالشهر الكريم؟ هذا موضوعنا لليوم مع الأخصائية الاجتماعية رندا علي ديب. وللمشاركة طبعا بهي الفقرة مشاهدينا فيكم تتصلوا فينا على أرقام الظاهرة بأسفل الشاشة. رمضان كريم وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم. سعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي بشكل عام عن السن اللي بيقدروا الأهل يبلشوا فيها مع أولادهم لحتى يقدروا يتعلموا لغات جديدة عليهم. تمام. هلا في الفترة لما ببلش الطفل يكتسب لغة لازم تكون اللغة الأساسية اللي يكتسبها هي اللغة الأم اللي بيحكوا فيها البلد واللي الأم بتخاطبه فيها، ونحن بنعرف إنه اللغة الأساسية لما بدها تتكون أول شيء نحن بيتكون عنا السمع، فالجنين هو وبطن أمه فهو بيسمع، فهي وقت بلش بتحكي معه أو بتخاطبه أكيد حتخاطبه بلغتها الأم هي كمان حسب البلد اللي هي عايشة فيه. فأنا لتتمكن هاي اللغة اللي هي لغة الأم، لغة الحوار الذاتي الداخلي، كيف أنا لما أفكر أنا وساكتة شو اللغة اللي بستخدمها، هاي اللي لازم يتقنها الطفل أول شيء. متى ما أتقنها صرت أنا مهيئ طفلي لأني أعطيه خبرات لغوية جديدة ولغات جديدة بطرق كمان متنوعة اللي كل طفل بيتميز بملكات معينة بذكاءات معينة فيني أنا استغلها لحتى زيد الحصيلة اللغوية تبعه وزيد كل الاهتمام حتى اهتماماته وقوي ملكاته باكتساب اللغات. رندا، برأيك طفل بأي عمر يعني أنسب عمر له ليقدر يكتسب أو يتعلم لغة تانية غير لغته الأم؟ تحت 3 سنين هو الفترة اللي بتبلش لحتى يتمكن من اللغة الأساسية اللي عنده، بعدها أنا بصير بزيد اللغات الثانية وبلش بدخلها. في عندي أنا هلأ بهاي الظروف صار في عندي نوعين، أطفال عايشين بلغتهم ببلدهم وأطفال عايشين ببلاد أجنبية بلغات أجنبية تانية. فأغلب هلأ الأسئلة اللي عم تكون أنه أنا عايشة ببلد أجنبي ولغة أجنبية أو لهجة، خليني أقول أجنبية، وأني بلهجته غير وما بيقدر لا يتكيف مدارس جديدة ولا أنا عم بقدر أتكيف معه بالبيت. فأنا بقولها دائماً ليكتسب المصطلح أو الكلمات أو لا ياخد فكرة عن الكلمة الجديدة اللي بده يكتسبها بيتعلمها باللغة الأجنبية بس مفهومة باللغة الأم. كيف يعني؟ يعني مثلاً لما أنا بدي أعلم مفردات مثلاً الغرفة اللي نحن قاعدين فيها باللغة اللي هو الأجنبية فأنا بعلمه إياها بس بقول له استخدامها بلغة الحوار اللي أنا من هو وكان بيبي أنا بحاكي فيها. هيك لحتى بالتدريج أقدر أنا أتمكن من طفلي إنه خلص صار اشتد عوده باللغة الأجنبية وصار يقدر يتنقل بين عدة لغات. طيب حضرتك عم تحكي عن طريقة من الطرق اللي كتير اللي ممكن نخلي الأطفال بسنة صغيرة يبلشوا يتعلموا لغات تانية ويكتسبوا. بعض الأهالي بيتبعوا طرق مثلاً الجيمز، الألعاب اللي هي بتعلم لغات. لأي درجة هاي الألعاب هي مفيدة فعلاً ولأي درجة ممكن تحل محل الحوار؟ الفكرة بتكون بالتدرج وبتكون لما أنا بيبدأ طفلي أول ما ببلش يتعلم أي شيء فهو بيكتشفه بجسمه،
فأنا لعلمه حتى لغة جديدة لازم كمان يتعلمها بجسمه، سواء بلغة الجسد سواء بالنفس حركي، هدول أساسيات لتعلم اللغات هو يستخدمها بجسمه، يحاول يشكلها، يحاول ينوت يلعب، هذا كله تعلم التفاعلي وتعلم عن طريق اللعب، هذا منشأ أساسي لتعلم أي شيء بالحياة خصوصي للأطفال. لما أنا بقى بنتقل لمرحلة أعلى فبعمر أكبر فأنا بشتغل هون على الحوار، وحتى إذا بتنتبهي أكثر درجات تمكن من اللغات الأجنبية بتكون عن طريق النشاطات، مسرح، دراما، هذا كله بيركز بيعزز تماماً. يعني احيانا بنشوف طفل بيميل لشيء معين طبعا غير لغته الام، بنشوف مثلا بيحب بيطلع حكيات هيك انجليزي، فالام كيف بتنتبه هيك على هيك اشياء، وكيف لازم انه اذا انتبهت انه لازم تطورها، يعني تعمل له دورات وتقويه وهيك. انا بعتبر اللغه مهاره مثل الموسيقى مثل الرسم، وهذا بيكون جزء كبير منه متوارث، إذا بتلاقي حتى الأم والأب عندهم ملكات حوارية ولغات بيتقنوها أكثر من لغة، فهذا بينتقل للطفل. إمتى أنا ابني بالوراثة بقدر أعزز هذا الشيء؟ لما تبعنا الخطوات الأساسية بتعليمه اللغات والتنقل فيها اللي حكينا فيها ببداية حديثنا. اما لما بيكون انا مثلا اغلب الامهات تجي بتقلي انا ابني انا بحكي اربع لغات وابوه بيحكي خمس لغات، بس ابني له صار اربع سنين وما بيحكي، فانا هون فورا بعرف انه الخطا الاساسي انه هي عم تعطيه المفهوم بكذا لغه، فهو ما تشكل عنده شيء المفهوم، يعني ضاع تمام. يعني مثلا انا بعطيه السياره بقول له هي سياره وهي كار وهي فواتير، فانا بعطيها بكذا لغه فهو خلص ما عاد تزبط معه انه هي اعطوني اسمها الاساسي تمام. فانا بنتقل بالتدريج وخطوه خطوه لحتى فهمه انه كل هالكلمات معناها هو هالشيء الواحد. من هون انا بقدر استفاد من الوراثة اللي اكتسبها أخذها من أهله وبقدر أعزز له اللغات الثانية. أما بالعكس أنا بعمل كتير شرخ كبير لما بدي أعطيه كم لغات هائل بدون ما أكون ضبط له المفاهيم أساساً بالبناء المعرفي عنده. طيب باعتبار مثل ما قلتي أنه يمكن التنوع الزائد أيضاً ممكن يأثر سلباً، شو العوامل الثانية اللي ممكن تعيق تعلم الأطفال واكتسابهم مهارة أنه يتعلموا لغات ثانية غير لغتهم الأم؟ الطريقة التقليدية بالتعليم. هلأ في نحن في عنا طرق مثل اللعب، مثل الحوار، مثل أنا أعطي موضوع هو يروح يكتشف ويجيب لي معلومات عنه، يستبدل كلمات، أعطي كلمة واحدة وقل له يعطيني عليها كذا مرادف، هذا كله إيجابي وبيعزز اللغة، بس عكس هذا الشيء هو اللي بيأخر عملية اكتساب اللغة والضغط، ضغط المعلومات اللي ما بيكون منظم ومرتب، كمان هذا بيخلي الموضوع يتأخر شوي. وفي الشيء الأساسي بالموضوع القدرات العقلية، لما أنا بيجي طفلي أساساً هو ما له عنده هالملكات ولا عنده هالقدرة أو مستوى الذكاء المناسب ليتعلم، فأنا ما بضغطه، بالعكس بروح بدور على مهارة تانية بعززها، مو ضروري تكون باللغة، مع ولو أنه اللغة هي كتير شرط أساسي ببناء مستقبلنا كلنا. يعني أكيد أكيد رندا، لأنه بيقولوا أنه لغة تانية فهو إنسان تاني تمام. الطفل برأيك قديش يعني قديش الأهل لهم تأثير عليه أكثر من الدورات اللي هن مثلا بيفوتوا عليها ليتعلم لغة تانية، قديش الأهل هن التأثير الأكبر لهم في تعلم الطفل اللغة؟ وأحيانا منشوف أطفال ما بتميل لها القصة، كيف في الأهل أنه يقدروا يتعاملوا معه يحببوه بهيك قصة؟ حأعطيكي مثال، في أحد الأهالي كيف بيستخدم الثواب والعقاب مع ابنه، انه انا اذا عملت شيء منيح فانا مثلا حخليك تحضر تي في نص ساعه زياده، اذا عملت شيء مو منيح حاعطيك درس الانجليش تكتبه ثلاث مرات. فانه كثير زرعت مفهوم غلط مع ابنه انه الدراسه هي عقوبه، تمام، صار الدرس هو عقوبه واللغه ارتبطت، كيف ما يكون هو ما عنده هاي المهاره وما عنده هاي الملكه وبتعطيه احباط، فهون بيكتئب.
تماما ومعلمتك تقبت بالاخير. ففي فكره انه لا هذا الموضوع يكون شيء روتيني وهذا الطبيعي لمستقبله، هذا الشيء الاساسي لمستقبله. تعال لانك انت اليوم كنت كثير منيح اقرا انا وياك ستوري مثلا لمده دقيقتين، ما اعطي كمان وقت اضغطه كبير، بالتدريج بعدين بصير انا انه يصير هذا الشيء الطبيعي له مو لانه عقوبه. رندا كمان معنا مثل ما نوهنا ببدايه الحلقه لاي حدا بيحب يشارك ومعنا اتصال. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا، تفضلي. فيني لو سمحتي اسال دكتور السؤال؟ تفضلي. صباح الخير دكتورة. صباح الخير، رمضان مبارك. رمضان كريم عليكي. الله يسلمك. لو سمحتي بدي أسأل بس شو الطريقة الأسهل إنه تعلم الأطفال أكثر وخصوصا بالوضع الاقتصادي هلا اللي عم نمرق فيه؟ أي قصدك إنه يمكن المدام؟ أيوة عم اسمعي بسمعك. انه بوضع الاقتصادي اللي عم تمرق فيه سوريا في دورات طريقة هيك يعني كيف مثلا انه فيهم الاهالي يوفروا عليهم في حال حابين يخضعوا ابنهم لهذه الدورات؟ رح اعطيكي طريقه كثير بسيطه حسب عمر، انا ما عرفت شو الاعمار اللي عم تحكي عنها، رح اعطيكي بالتدريج للاعمار كلها. من مثل ما حكينا انه حاسه السمع هي اكثر شيء بتكون بتنشط على بكير، فانا بشتغل على التمييز السمعي وبشتغل على الادراك السمعي، فانا ممكن كثير اثناء ما من كان هو وبيبي ممكن كثير سمعوا اغاني باللغه اللي انا بدي يتعلمها او يكتسبها، ممكن احكي له قصص، ممكن اشغله مثلا برنامج تلفزيوني يكون بسيط باللغه معينه، هذا كثير بيغني حاسه السمع وبيغني المفردات وهو بيصير بيتعلم بطريقه تلقائيه. ممكن كثير انا اعطيه ورقه وقلم واقول له ارسم لي المصطلح، اذا كان عمر اكبر هو خلص لغته الام متمكنه حسب المفردات اللي انا بدي حفظه اياها، كل يوم يرسم لي رسمه ويكتب لي اسمه وبعلق له اياها، فهذا حتى انا بشتغل على تعزيز ثقته وبعمل روابط لطيفه بين اللغه والتعليم بشكل عام والتطور اللغوي عنده. اكيد. رندا باعتبار حضرتك اخصائيه اجتماعيه وبتتواجدي بمدارس، خلينا نحكي شوي بعيدا عن الاهل كمان، الدور التعليمي للمدرسه قد ايه عم تشوفي يمكن طرق التعليم لازم شويه تطوير، يمكن نكون تفاعليه اكثر لحتى نقدر نوصل بتعلم الاطفال بطريقه جيده تعلق معهم المعلومه ما تكون للدراسه للفحص وبس يعني؟ تمام. هلا بنشكر الله لا كل الاتجاه عم بيكون بالتعليم تفاعلي وعن طريق اللعب واستخدام الذكاءات المتعدده، هذا عم بيكون سواء كان عن درايه ودراسه او شكل روتيني، صار ثقافه المدارس والروضات هو بياخذ هذا الاتجاه. ما بننكر انه في دائما في تفاوت وفي فروق، بس الشكل العام هيك عم بيكون عن طريق حتى مثل ما حكينا الدراما الرسم. كثير المدرس بيلعب دور ببناء العلاقه مع الطفل والطالب قبل ما يبنيها مع اللغه، فنحن بنعرف كلنا لهلا انه انا بحب هاي الماده لانه استاذي كان كثير مميز فيها او كان يحببني فيها، وفي مواد ابدا ما بقدر بعد حتى خلصنا دراستنا ونحن استعدنا في مواد ما بنقدر ابدا ما بنحبها لانه في رابط من طفولتنا مع مدرس معين، فهي بناء الالفه اللي بتنشا عن طريق لعبه معينه، مسابقه معينه، نشاط معين، حتى انا بعطي بحفز بالبيت الاهل انه يتعلموا ويعلموا اولادهم، انه انا اللي بيروح على البيت وبيسال مثلا ماما هذا السؤال اللي انا اليوم علمتكم اياه وبجيب لي الجواب تشيك عليه انه جاوبت ولا لا، هذا انا في له نقطه مثلا عندي او بونس معين، فرحلمه يرتبط اكثر مع اهله، فهذا حيكون كله تفاعلي وحيكونوا الكل عيله واحده، بيت ومدرسه وطفل ورفقاته كمان، وهذا بيستمر حتى بالاعمار يعني للاعمار الاعدادي الثانوي، هذا كثير بيعطي منتج ايجابي. تمام. رندا يعني عم نشوفها احيانا مثل ما هلا ذكرتي الاهل والمدرسه هنن لهم نفس الدور ويمكن يعني دورهم متساوي، قديش لازم يكون في تنسيق بين الاهل والمدرسه في حال كان الطفل مميز؟ يعني احيانا بنلاقي اطفال مميزين فعلا يعني بطريقه الالقاء بلفظ الكلمه، حتى في شغف لانهم يتعلموا هذا اللغه، قديش لازم يكون في دور بين الاهل والمدرسه
الحقيقي لتنمية هذا الإبداع ليصبح شيء مميز جدا. تمام. هلا الفكرة هون لازم يكون مثل ما حكينا العلاقة بين الأم والمدرسة، فكتير احيانا بتكون الام غافله عن هذا الموضوع لانه الطفل بيشارك مع رفقاته اكثر وبتظهر ميزاته اكثر بالصف، فهذا بيخلي المعلمه هي تتواصل مع 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 اهل الطفل وتقول لهم انه ابنكم مميز بيك، مو شرط بس باللغه، ممكن كمان بمواد ثانيه، رسم، موسيقى، اي شيء. فبهي اللحظه بهذا الشيء لما بصير في تواصل مع البيت، الام بتصير بقى بتنتبه وبتهتم بهذا الموضوع وبتحاول تسعى، بما انه نحن هلا الدنيا صيف والكل بيحب يستغل هاي الفتره انه تستغل هذا الشيء لتطوره اكثر، تسجلوا دورات تمام او يعني تعملوا اي نشاط، لان في حسب قد امكانياتهم الماديه قد احيانا بتقول لك انا ما عندي وقت اخذه وجيبه، ما فيني اكرس له هذا الوقت. اجى اتصال بسببه تمام. انه الاوضاع الماديه احيانا سلمى يعني في كلفه، في تكلفه على الاهل انهم يحطوا اولادهم بدورات. هلا ممكن تعطي الام شوي من وقتها، ولكن لا طريقه لا تقدر انه تتجاوز هيدي التكلفه. انه هلا للاسف عم بيكون الظروف العامه ما عم تقدر كأم او كأب انه يكرسوا كل وقتهم لابنهم، فعم بيكون انه بدل ما هي تشتغل بشغله واحده فهي عندها شغلتين، فهذا عم بيخلي حتى الوقت اللي فتره بعد الظهر اللي تكرسها للطفل فهي عم بتكون حتى كمان لشغل اضافي. بس الشيء الايجابي بهذا الموضوع هي بتكون دائره كلها، انه بنفس الوقت هي عم تعطي بهذا الشغل الاضافي لها، عم تعطي فرصه لابنها انه تحطه بمكان مع اطفال من عمره او مع شباب من عمره او مع مجموعات تطوعيه. بالنسبه للاعمار الكبيره كثير مفيده تحطه بعمل تطوعي، بيكتسبوا كثير خبرات، بيتبادلوا خبرات الشباب مع بعضهم، سواء لغويه سواء اجتماعيه، طول ما انا مختاره البيئه المناسبه ومتابعه ابني عن بعد بطريقه لطيفه وبمحبه وصداقه. اكيد. يعني رندا كثير معلومات ونصائح اليوم، ان شاء الله يكون كل مشاهدينا يلي عم يتابعونا واللي مهتمين بهي التفاصيل يكونوا قدروا ياخذوا اجابات من حضرتك. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. اكيد بنتشكر وجودك معنا، ورمضان كريم، وان شاء الله هيك مواضيع ثانيه حتكوني معنا فيها. شكرا لك. ان شاء الله لألك. شكرا لكم. هلا رح نروح يا سلمى لحلاوه الجبن، هي اللي ارتبط اسمها بمدينه حما اللي اشتهرت فيها عبر الزمن. هي الاكله هي الحاضر الدائم على موائد الافطار في محافظه حما. خلونا نتابع سوا. تمتاز المحافظات والمدن السوريه بصناعه الحلويات، وكل مدينه تختص بصنف معين حسب المواد الاوليه التي تتوفر في المدينه. حلاوة الجبن من أشهر أنواع الحلويات التي اشتهرت بها سوريا، وخصوصا مدينة حما، إذ يعود صنعها إلى أكثر من 100 عام. حلاوة الجبن تشهر فيها مدينة حما بهالأكلة الشعبية الممتازة. حلاوة الجبن تصنع من الجبن والسميد والسكر، جبن حلو. والبلد هي احنا عندنا حلاوة الجبن بالقشطة العربية زائد المعجوقة، هي أكلات كمان شعبية ممتازة جدا. عناصر غذائية مفيدة يتكون منها طبق حلاوة الجبن الذي يمتاز أيضا بمذاق حلو، مما يدفع الناس لتناوله وخصيصا في شهر رمضان المبارك. طريقة الماء المعين إلى زائد السكر، بتحرك السكر حتى تغلي، بس انغلت الطبخة بتهدي النار تحتها شوي وبتكتلها سمين، بس سمين سميك تطفي النار تحتها بتخفقها حتى تاخذ برودتها الطبيعية حسب الطلب الجبن. بتكتلها الجبنة وبتخفقها على مهلك شوي شوي، تنمزج مع بعض البعض. خبرات متوارثة في مجال صناعة الحلويات حافظت على نكهة تراثية تحمل عبق وتاريخ مدينة أبي الفداء. سالي، ولح نروح من حما لحمصفى، أقيمت فعالية بمناسبة اليوم البيئي في حما باسم أنا مع الطبيعة. تفاصيل أكثر رصدتها مراسلتنا شيرين علي بالتقرير التالي.
تحت شعار أنا مع الطبيعة، أقامت محافظة حمص بالتعاون مع مديرية شؤون البيئة بالمحافظة احتفالا بمناسبة يوم البيئة العالمي، وذلك أمام مبنى المديرية في حي الوعر الذي عادت كوادره إلى العمل منذ اليوم الأول لعودة الأمن والأمان للحي. القائمون على هذه الاحتفالية أكدوا خلال كلماتهم ضرورة تضافر الجهود لتعود هذه المدينة نظيفة وجميلة كما كانت من قبل بعد أن أصبحت نظيفة من الإرهابيين. هذه البيئة ستكون صالحة لعودة الحياة الطبيعية إلى كل موقع، وستعود بفضل جهود هؤلاء الشباب والشابات المعنيين والفنيين بمديرية البيئة إلى أن تكون مدينة حمص هي المدينة الجميلة. عم نحتفل ضمن فعاليات وزارة الإدارة المحلية والبيئة بيوم البيئة العالمي اللي بيصادف بالخامس من حزيران من كل عام. هذا العام الاحتفال يتم تحت شعار أنا مع الطبيعة، إضافة لمناسبة أخرى هو عودة الأمن والأمان إلى حي الوعر والرقة والمزرعة بعد تطهيرها من الإرهاب بشكل كامل، وعودتنا إلى مقرنا الرئيسي في مديرية البيئة اللي هو سينطلق منه العمل وتنفيذ الخطة البيئية المستقبلية من هذا المكان. وضمن الاحتفالية قدم أطفال مدرسة عكريمة المخزومي فقرات فنية ورياضية تخللها معرض لرسومات الأطفال الفائزة بمسابقة يوم البيئة العالمي. وخلال الاحتفالية تم تكريم الأطفال الفائزين بمسابقة الرسومات البيئية وإدارة المدارس التي رعت هذه الفعالية، كذلك تم زرع بعض الشجيرات في حديقة مديرية البيئة بعد تأهيلها تأكيدا على أهمية هذه المناسبة وعودة نبض الحياة إلى حي الوعر. بالاحتفال بيوم البيئة اللي هي أساس حياتنا، نحن عايشين البيئة يجب أن تكون بيئة نظيفة، والشيء بنعلمه لأطفالنا. ومدرستنا أخذت جائزة أنظف بيئة مدرسية وأخذت المدرسة الذكية لأنها بتحافظ على البيئة. وفي الختام جال محافظ حمص برفقة المهندس طلال العلي مدير البيئة في المحافظة على أقسام المديرية وتفقد واقع سير العمل فيها. وفي سياق متصل، تفقد محافظ حمص أعمال التأهيل والترميم في مقسم الاتصالات بحي الوعر الذي أصبح جاهزا بشكل تام وتم تشغيله، على أن تعود الخطوط الأرضية للعمل يوم الأحد القادم. من داخل حي الوعر غربية حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية. بيتبع مسيرتهم بيدرك تمام انهم بيعرفوا شو بدهم ولوين حابين يوصلوا وشو هو هدفهم. اكيد سالي، ارتبط اسمهم ونجاحهم بالتشاركيه يلي حققوها بالفن، فكان النجاح حصيله محبه وتعاون اخوي، وكان تواضعهم مفتاح عبور لقلب الجماهير. اليوم صباحنا بيحمل رقه وجمال وطابع انثوي مع الفنانه ريم عبد العزيز والفنانه سمر عبد العزيز. اهلا وسهلا فيكم، رمضان كريم. اهلا وسهلا فيكم. الله اكرم. ان شاء الله كل عام وانتم بخير ورمضان كريم على الجميع وعلى سوريا الحبيبه وعلى اهلنا الكرام. اكيد اول شيء بالبدايه رمضان كريم عليكم، طبعا نورتوا اليوم شاشه الاخباريه السوريه. خلونا نروح لمقتطفات من اعمالكم ونرجع للحديث سوا. المعروف إنساني
يعني مثل ما تابعنا سالي مع مشاهدينا أعمال متنوعة بين الفن وبين التمثيل، هاي التمازج وهالحالة من التشاركية رح نحكي أكثر بتفاصيلها أكيد، يعني وأنتم عم بتتابعوا تحت الهواء يمكن كلمة منك كلمة منا في كتير ذكريات، خلينا نحكي عن هاي التشاركية بالبداية. يعني العلاقة اللي بتربطني بأختي سمر مو مجرد بس أخوة، في صداقة، في مسيرة عمر، في أنه فتنا بنفس المجال، نحن عم نقدم، بحس أنه نحن دائما منكمل بعض، وكتير حلو أنك تلاقي حدا بيحبك حقيقي، بيخاف عليك حقيقي. تربينا بطريقة أنه البيت اللي فيه بنات على فكرة بيضل هيك قلبن على بعض، نحن ثلاث بنات، فلذلك دايما واقفين جنب بعض، تربينا انه نسند بعض ونمسك ايدين بعض، فكيف اذا كنتي بنفس المجال. سمر تغني وتمثل، انا امثل واخرج تماما. لذلك حسينا انه نفس الخط كتير حلو انه اقدم له وتقدم لي، وفي كتير ملاحظات بكون انا مالي منتبه عليها سمر بتنبهني عليها. أكيد. وبالعكس صحيح انه انا كمان منبهة على اساس، يعني بالحياة ما في أصدق من الأخ أو الأخت. أكيد. هو حدا من دمك، حدا بيخاف عليك، حدا مهما يعني بالحياة العامة في ممكن تدخل كتير أمور. هلأ بيناتنا أنا وريم الحمد لله ما أنا موجودة هالاعتبارات، يعني ثمر الأخوة نحن مثل ما بنعرف كتير بيتخانقوا، ولكن بتجمعهم شغلة واحدة هي حبهم وإخلاصهم وخوفهم على بعض. تماما. قديش بتخافي كتير الشغلات هي الثانية ما لها موجودة بيني، عم قلك إنه بالحياة العامة تماماً. ممكن تدخل مشاكل، أفكار ناس كذا، نحن الحمد لله هدول كل هالقصص مختصرين أنا وريم، ما حدا بيدخل بيناتنا، يعني روح واحدة، أداء واحد، خوف واحد، يعني عرفتي كيف؟ يعني مثل العين والعين الثانية، نحن هيك ماشي مع بعضنا إن شاء الله هيك على طول. أكيد حبيب. يعني نحن اليوم حبينا يكون حوارنا شوي مانو تقليدي، عم نتعرف على فنانتين أختين شوي نكون قراب منهم. صحيح الموسم الدرامي رح يكون له حصة من حديثنا، ولكن خلينا نحكي عن البيت شوي الحلبي، يعني مو بس بيت الأنثى، البيت الحلبي، وبما أنه نحن برمضان هاي الأجواء كيف تعيشوها بشكل عام؟ يعني بدي بس عقب شغلة صغيرة على الخناقات والقصص. إنه أنا وسمر لما كنا صغار كوننا هيك دائما مع بعض وهي، فكنا نتخانق والصغار إنه أنا بدي هاي، لا أنا بدي هاي، وكل ما بتعمل شغلة بقلها لماما لا أنا بدي إياها، هي حرام لطيفة سمر ألطف. فلما كبرنا استوعبنا هاي الحالة، فانتفى حالة طفولة، حالة الغيرة، الغيرة ما بقى موجودة، والمحبة هي السائدة. أما رمضان رح أقول يمكن أول مرة صمت فيها سمر هي اللي حرضتني أول شيء. هي وأختي الكبيرة ندى اللي هلأ عم تتابعنا، نوجه لها تحية حبيبي. فأجوا هن بدي يصوموا، أنا قلت يعني ليش هن يصوموا، أنا كمان ما بدي صوم، بدي أجرب. فصمت غيرة منهم اثنيناتهم. بعدين أول مرة ما بقى أحس بالتعب والإرهاق، حالة صعبة. ضليت ساعتين بالمطبخ عم حوم حوالين ماما وهي عم تسوي الأكل، بعدين ضليت أكل من الإفطار لحتى وقت نمت. قلت لها حالة عوضي. بس هي ريما يعني حالة الصيام عندها حالة إيجابية، إنه هي مو مثلاً حدا إنه لما بصوم بقوم بيتعب بحط راسه وبينام فيقوني على الإفطار، لا هي بتصير بالمطبخ ساعتين قبل الإفطار، لا عم تشتغل عم تتفنن، لأنه ريم بتطبخ كتير حلو كحلبية. عرفتي كيف؟ يعني صيامة أنت فيه حالة إنتاجية فنية حلوة في الأكل، فبتحط هي وبتساوي هي وبتعمل، يعني بيجي الفطار أنت بتشهيكي أنك تفطري بقى ما في مشكلة. بس أنا صيامي ما أنه إنتاجي لأنه أنا ما بعرف أطبخ. بقول لهم أنا بتذوق الأكل ما بعرف، يعني عرفت قلت لهم أنا بعرف غني ومثل بس ما بعرف أطبخ، ما زبطت لسه. منيح أنه ريم موجودة. إيه على فكرة كل مخرج لازم يعرف يطبخ، يكون بيعرف يطبخ، هاي معلومة جديدة. أنا معلومة هاي متقدمة لأنه بيعرف يساوي طبخة مرتبة، يقدم عمل مرتب. على فكرة مو بس تنطبق علي، في كذا مخرج أنا بعرفهم وأغلب أصدقائنا المخرجين اللي أنا تعاملت معهم كلهم طباخين ماهرين، وبتطلع الطبخة من تحت إيدهم غير شكل. بس المطربين معلش ما في داعي. انا قلت لهم يا هلا امانه، لما حدا بيطبخ وبيتفنن وبيتعب وبيحط لك الطبق هيك، طيب اذا ما في متذوقه ظريفه بلا هذا مو ضروري تشكرون، عرفتي تاكل وتشكر، يعني ما انا لا
فلازم يكون في يعني عرفتي كيف في صوت وصدى يعني هي بتطبخ انا باكل خلص. انت مره بتحبي اكل ريم ولا اكل والدتك اكثر؟ طبعا ماما اكيد ماما اكلها لا يعلى اولا ماما بس أولاً انا ماما. طالع كثير طبخي بيشبه طبخ ماما ايه يعني بعد ماما ريم. طبخه ريم لانه ريم تماما بتعرفي الحلبيه لهم هيك سمه معينه بالطبخ الله. فريم اخذتها تماما من ماما بتطبخ بروح حتى بروحها حلوه يعني ريم الروحه الحلوه بتحطها بالطبخه يعني عرفتي وبس في عندها مشكله هلا في عندها مشكله بدي افضحها على الهواء خدي راحتك مثلا طبخت اليومي اكلي مثلا رز وقرمان نحن عندنا اكل اسمه قرمان حلبيه ما عندنا شاكريه عندنا قرمان اي اعتبر طبخه طيب اتس اوكي بلا مو عجبكم الاكل قلت لها ايه شفتي الرز كيف كان الرز والدجاج كان ما بعرف شو مدح نفسه بتضل عرفتي يعني شي ساعتين يعني انه والله لا تطبخي شكرا ريم لا تطبخي يعني الله يخليكم لبعض حبيبتي. اكيد قديش بتثقي بالشغل مع ريم قلت لهم احي عاده بالحياه انه بقول لك انا ثقه عمياء انا مع ريم ثقه بلا عيون يعني عم يكون في عيون اما انا بلا يعني انا بمشي معها على ثقه بعينها الحلوه مو لانه اختي بس بفنها وباخراجها وبانه حب ان هي تطلع اللي عندها فصل بين حاله المطرب وبين حاله الممثل انا لما اكون كممثله على الشاشه يعني في بمسلسل انا غبار الجوري انا كنت كمان انا وريم بهذا العمل انا اخذ دور كمان شغاله مقهوره فهميه بعائله بيئه شاميه هون ما في انه جماليات وفي شعر وكذا لا في انت بدك تقولي حالك بالمطرب لازم انت تقدمي المطرب باحلى طله شو ما كان لازم يكون في عنده هيك مواصفات الجمال ريم حريصه على هي القصه انه هي بتفصل بين هلا سمر ممثله بين سمر هلا مطربه فبيقولوا لها احيانا انه طيب يعني ليك هلا عم انه لا 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 ما يزول هلا هي مطربه بدها تطلع باحلى طله وباحلى اداء وبتعرف شو انا مثلا احيانا ممكن ينزل ايقاعي شوي تقولي لا انت فيك تقولي احسن من هيك عادي بتتعبني احيانا بس بتاخذ الاحسن فلذلك شو بدي احلى من هيك يعني هي العين يمكن هي العين الاخراجيه اللي خلتنا نقول انه ريم تغيرت كثير حتى بعد ما صارت مخرجه بالتمثيل يعني في كثير مقربين بيقولوا انه ريم ادواتها اختلفت لما بلشت بالاخراج عن التمثيل خلينا نحكي شوي عن الاعمال الدراميه لهي السنه اللي حضرتك مشاركه فيها وحتى يمكن الاعمال الاخراجيه ايضا هلأ برمضان عم يطلع لي ثلاث أعمال لستو جارية والخان والرابوس كان مقرر في ثلاث أعمال تانية بس تأجلت لي ما بعد رمضان اللي هن الوردة شامية وغبار الجوري وترجمان الأشواق وكنت سعيدة بعرض عملي اللي أخرجته من فترة بسيطة وكان بالبطولة معي سمر وليس المفتي ركان تحسين بيك أحمد عيد ريهام عزيز أيوة ولميس حسن ومجموعة كبيرة من الشباب والصبايا عمل اسمه توب فايف وسيت كوم ولقى صدى كتير كبير وكنت سعيدة أنه تم عرضه قبل رمضان لأنه حقق نسبة مشاهدة كتير كبيرة وهلأ بعد رمضان على قد ما أجاني مسجات ومتابعة أنه بدنا قلت قدرت من خلال هذا العمل يعني هدفي كان ازرع البسمة والحمد لله النتيجة كانت واضحة فان شاء الله هلأ بعد العيد بيتم عرضه وبيلاقي صدى اكبر واكبر فتختلف ريم الممثلة عن ريم المخرجة ريم الممثلة مسؤولة عن دورها ريم المخرجة مسؤولة عن المجموعة يمكن قالت سمر جملة قالت بتعرف امتى بينزل ايقاعي فبعرف امتى قال لا هون بدك تمشي هون كذا والممثل لما بيكون بالكوميديا حصرا كل الاعمال الدراميه لازم يكون في ضبط للممثل بس الكوميديا بس انا كنت رائعه ما طبعا هلا صرنا مثل ريم لما بتطبخ ايوه يعني نفس الدم عرفتي شو الكوميديا بدك تضبطيهم اكثر فكانت سمر كثير مرتاحه سمر كنا نضبط ضحكتها يعني نحن عم نصور يعني شيء بيضحك فهي تطلع على المشهد وتضحك الا سمر الله يخليكي ففي مشهد من كثر ما ضحكنا نحن ورا الكنترول عم نضحك فخلص المشهد انه كات قلت لها سمر يلا اضحكي هي عارفه انه انا عيوني عم تضحك انا عامله انه انا هيك عرفتي متضايقه هي عارفه بس هي عارفه انه انا ورا الحركه عامله حالك متضايقه لانه في ضحكه هي خلصت قال سمر اضحكي قلت لها
خدت راحتي. الحالة على فكرة بتشكل حالة راحة، يعني كمان أكيد. كان ليس المفتي أكيد. صديقي وعزيزي ونحن بدينا أكيد. مع بعضنا موجه له تحية. أكيد موجه له تحية. كان يقول لي أنا حاطت إيدي ورجلي بمي باردة. تماما. وركان. لأنه أنت ممثلة. وركان بحكين بك لميس حسان. كلنا كنا مرتاحين. مرتاحين. كوني انا ممثله عم اخرج تعرفي شو الادوار تماما طبعا وانا بدلل في شغله ريم كمان انا بحبها لا كمان انه ايه سمر ايه هلا انا بدي اعمل انه بالدراما بهذا العمل اسمه عمل كوميدي فنحن مشان نقدر نزرع الضحكه والبسمه وحتى انه يعني الافيه يكون حتى لو احيانا بتجي افيه بتقول ايه والله حلو ضيفيها على المشهد مشان تقدري تخلقي هاي حاله الفرح لازم يكون جو فيه فرح يعني انت ما فيك يكون في حاله هيك عرفت شلون هي وبعدين يلا اضحكوا ايه شو نحن ما لنا كبسه زرع فبتعمل ريم جو حاله من الفرح والود يلا تعوا بقى نمثل يلا تعوا بقى شو كذا فبتعطيكي هاي الحاله الاريحيه انك الفن حاله ابداع والابداع بده راحه من جوا قد ايه برايك ريم الاخراج بده ابداع وكيف شفتي هيدي التجربه من انت منظورك الممثله الفنانه ريم عبد العزيز انتقلتي الى مرحله الاخراج كيف وجدتي هي التجربه يعني انتقلت لمرحله فيها مسؤوليه اكبر كوني مسؤولة عن كل المجموعة يعني هلأ مثلاً نحن خلال رمضان عم نتابع كتير أعمال منا منقول يا سلام منقول يعني منقول لا ما بيصير هيك فهون تكمن مسؤولية المخرج إنه يختار نص جيد يختار ممثلين جيدين يختار كاست فني الكاست الفني كتير مهم وأنا أؤمن بشلالية الفنيين على فكرة هلأ بدي ينبسطوا الشباب اللي بحيهم هلأ هني معنا كتير مهم أنه أنا مدير التصوير يكون بيفهم علي مدير الإنتاج الشباب الفنيين الديكور بيستوعبوا شو بدي فورا بدون ما أقعد كتير ياخدوا وقت الفنانين بحب جدد دائما بحب وهي رسالة مني لكل المخرجين أنه أحيانا عم يصير في شلالية ما لا لزوم فعم تضيع المشاهد وتضيعنا أنه خيارات مسبقة الصنع ليش ما نعطي فرص نعطي فرص لسين وعين وصاد ولام كل مرة بتجددي فهون المعطيات مسؤوليتي كمخرجة صارت أكبر من هالناحية يعني لما عملنا التوب فايف أحد الصحفيين قال لي إيه مالك جايبة كتير نجوم كبار شوفي هالجملة نجوم كبار قلت له اوكي كل حدا بينحط في مكانه الصح هو نجم كبير وانا جايبه ناس مشهوره معروفه هلا انا بقدم لهم الفرصه ليظهروا نفسهم وعلى اساسها هن بيثبتوا اقدامهم سمر اول مره بتعمل كوميديا ليس عامل كوميديا بس مو بهي الطريقه راكان كمان بطريقه مختلفه احمد عيد كمان غير انا الكوميديا تبعيتي هي خلف الكاميرا كوميديا منزليه فكتير مهم للممثل انك تعطيه فرصه اكيد فالحمد لله وكان يجيني مسجات ويقولوا لها لسمر سعيدين بدخول ريم على الاخراج بهي الطريقه صار لنا متنفس لانه بنعرف ريم عبد العزيز كيف خياراتها يعني كمان سمر ما بنقدر تكوني معنا وما نسلم على حلب بصوتك على الاقل ولا مقطع صغير هلا رح سلم على حلب بس انه بتعرفوا انه يعني نحن صحيانين من النوم وجايين لا 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 ما رح نقارنها ابدا بالطبخه خدي راحتك لا ما لا لا وفي اول شيء نشغل المايك وناخذ الطبقه يعني عرفتي كيف يعني براحتك لانه الصوت بيصحى بعد ساعتين الصوت بيصحى بعد ساعتين بعد ساعتين ما يصحى الإنسان العادي بعد ساعتين وثلاث مفارق حلب بتسلم عليكم وبتقلكم انتوا عالبال حالتها شوفت عينيكم للصبر صارت مثال حلب بتسلم عليكم وبتقلكن انتو عالبال حالتها شوفت عينيكن للصبر صارت مثال الله تسلموا لي يعني يسلم هالصوت اكيد رح نتابع حديثنا معكم سلمى هلا اكيد رح نتابع حديثنا ولكن بدنا ننتقل للاستديوهات الاخباريه لنتعرف على اخر المستجدات على الساحه السياسيه العربيه والعالميه مع زميلتي علا ابو خضر يسعد صباحك يا علا يسعد صباحك سلمى وشكرا لك مشاهدينا نبقى مع موجز لاهم الانباء بعد الفاصل
أهلا بكم. أعلن مصدر عسكري سيطرة وحدات من الجيش العربي السوري على عدد من التلال والمواقع الحاكمة في محيط حقل أرك للغاز شمال شرق مدينة تدمر بعد تكبيد إرهابي تنظيم داعش خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد. وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة واصلت عملياتها القتالية في ملاحقة فلول إرهابي داعش شمال شرق مدينة تدمر، وأحكمت سيطرتها على عدد من التلال والمواقع المشرفة على حقل أراك للغاز ووصلت إلى مسافة 4 كيلومترات من الحقل. ونتابع هذه المشاهد الخاصة بالإخبارية السورية من عمليات وحدات الجيش العربي السوري والحلفاء لتثبيت نقاطها بعد وصولها إلى الحدود العراقية. في العراق استشهد شخصان وأصيب آخرون بجروح في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة على طريق كركوك بغداد. مصدر أمني أعلن أن من بين الضحايا موظفون حكوميون وأن التفجير وقع قرب حاجز أمني على طريق كركوك بغداد في منطقة الصفراء شمال بعقوبة. في خبرنا الأخير في اليمن استشهد وأصيب عدد من اليمنيين بينهم نساء وأطفال جراء استهداف طيران العدوان السعودي محافظات صنعاء وحجة وصعدة ومأرب بعشرات الغارات التي خلفت أيضا أضرارا جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة. مصدر عسكري يمني قال إن 3 أطفال وامرأة قتلوا وأصيب 4 آخرون من أسرة واحدة في غارة لطيران العدوان استهدفت منزلهم في شارع 50 بأمانة العاصمة صنعاء، مشيرا إلى إصابة 3 أشخاص أيضا جراء غارة استهدفت سيارة في طريق اليتمى بمديرية خيب والشعف بمحافظة الجوف، كما أصيب أطفال بغارات في محافظة صعدة. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، عودة إليك سلمى. شكرا لك زميلتنا علا، واكيد مشاهدينا مستمرين بصباحنا غير ومستمرين مع ضيوفنا سالي، مع فنانتين قريبتين كثير للقلب، يمكن بتحس بالتشاركيه الروحيه تبعيتهم قبل ما تحس بالتشاركيه الفنيه. نرجع نكمل حديثنا. حبيبتي يا سلام. اكيد حابه سمر تضيفي شيء بعد الاغنيه اللي سمعناها عن حلب. هلا في اغنيه يعني أنا كتير بحابة إنه هلأ تصويرها إذا الله راد هي سجلناها كصوت، تصويرها بعد العيد فورا، إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإخراج أختي ريم. أغنية بتناسب هذا الوضع اللي إحنا فيه، كلمات بابا بوجه له تحية شاعر أكيد. الأغنية الأول ومؤسس الأغنية السورية نظمي عبد العزيز، أكيد بوجه له تحية والله يطول بعمره ومزيد من الأبداع والنجاح. وألحان الفنان والأستاذ صديق دمشقي، اسمها بتقول يعني على الحق ما بتعلى كلمة وعلى الأرض ما دامت عتمة، يا بلدي أنت بتضلي محروسة والمجد تعلي بإيدين أولادك وبالهمة وعلى الأرض ما دامت عتمة. أكيد وعلى الأرض ما بدي. فهلأ هي بتناسب هذا الوضع اللي نحن فيه على باب النصر، على باب الحق، على باب الحقيقة اللي عم تظهر جلية، وكلياتنا إيمان حقيقي من الروح من جوا من نبض القلب لقائدنا وجيشنا وشعبنا. أكيد أكيد. ريم خلينا نحكي عن الفرق، حسيتي بفرق بين الإخراج والتمثيل، وشو حسيتي قريب لريم عبد العزيز؟ هل هي فنانة أو مخرجة؟ يعني أحياناً بيصير حالة فصل، يعني ممكن أكون أنا بموقع التمثيل أنا ممثلة وموقع الإخراج أنا مخرجة، ولكن ريم عبد العزيز وين لقيت حالة أكثر؟ سؤال كتير مهم، لأنه عن جد سلمى أول ما طلع فيلمي وبعدين عملنا المسلسل وهيك
فالجمهور مقتنع انه انا اول مخرجة فيديو كليب اوكي ما بيتعارض مع التمثيل، فلما شافوني انه اتجهت للاخراج بهي الطريقة فقالوا معقول معقول ما بدك تمثلي، والحمد لله انه انا زارعة محبة كتير كبيرة بيني وبين الجمهور. قلت لهم لا لا لا، مثل ما عودتكم انا عموما انتقائية بادواري، ما بشتغل اي شيء بنعرض علي، حكون دائما الممثلة، بس الاخراج هو ببالي من زمان وبحبه، وبحس انه نحن دائما بحاجة لمخرجين وبحاجة لنفس جديد وبحاجة طبعاً. لمخرجة أنسة، نحن يعني معنا غير تقريبا المخرجة رشا الشربتجي بوجه لها تحية ومحبة، بس نحن بحاجة لأنه لمسة الأنسة تختلف تماما عن لمسة الرجل تماماً. صحيح. هي منهم ضد بعض، بس كل واحد بيشوف زاوية مختلفة. ما بدنا نقول نحن متحيزين للنساء لا. وحقيقة لما أكون أنا بموقع تصوير وأنا ممثلة أختلف جداً عن موقع تصوير وأنا مخرجة. أكيد. أنا ممثلة. حتى بيقولوا إنه الأنثى تهتم بتفاصيل يمكن كتير ما يهتم فيها الرجل بحكم طبيعتها. يعني وقت كنا بالمسلسل إن كان كليب ولا مسلسل كنت حريصة على أدق التفاصيل، ما بقبل ولا ممثلة أو ممثل يلبس شو ما بده مع إنه هي مسؤولية مصممة الملابس اللي معي، بس أبداً كان كل شيء مدروس لأنه بعرف شو التفاصيل. يقولوا لي حتى الممثلات اللي معنا في منهم جدد يقولوا لي مدام ريم إنه ما انتبهنا على هالقصة. قلت لهم أنا بدي طالعكم بأبهى حلة ولكن فيها شيء من البساطة. أنا ما بحب التكلف كتير حقيقة، وبتشوفي بالعمل بس ينعرض إن شاء الله بتشوفوا فيه كتير من البساطة والعفوية، فلذلك لما بكون أنا ممثلة بسمع الكلمة كتير وبحترم رأي المخرج اللي قدامي، بتحسيني مباشرة مطيعة بسمع الكلمة، بعرف شو الزوايا، بس بعرف مين المخرج اللي بيهتم بريم ومين المخرج اللي ما بيهتم. أكيد. بعرف الزاوية. أنا عاملة هذا التوازن طبعا إنه هي في مكان هي الليدر وفي مكان هي اللي عم تسمع الكلمة. أنا كمطربة مكاني إنه أنا بنتقي الكلمة واللحن وحتى بالحفل كذا كله أنا في الأمام وهنن ورايي حامين ظهري. طبعا الفرقة الموسيقية بتكون حامية ظهر المطرب تماما ولازم يكون عنده ثقة فيهم، لكن هو بالبداية إنه هو اللي الأساس، عرفتي كيف؟ لا بريح بالممثلة إنه ما دخلني بشي، عرفتي في هذا التوزع. يعني حالة حلوة إنك أنت تطلعي من حالة تفوتي بحالة ثانية تماما، يعني التنوع مثل ما سلمى هيك حكينا لا يمل من حديثنا لريم وسمر، كان جدا ممتع اليوم، يمكن ما حسينا بالوقت سالي لولا وجود دائما هي الحاله او الروح الحلوه اللي عندكم اللي بتنتقل لكل يلي بيكون معكم. اكيد هي البصمه المميزه، بصمه الانسان دائما بتنتقل باي عمل بيعملوه. نحن بدنا نشكر وجودكم كثير معنا اليوم، انكم شاركتونا صباحنا غير ودائما بتشاركونا صباحاتنا، شكرا كثير لكم. حبيبه قلبي يعني سلمى وسالي أنا مبسوطة كتير كتير بوجودنا معكم، وبتعرفوا قديش نحن كل رمضان حريصين نكون معكم ونطلع على الجمهور، لأنه فعلا حضورنا على الإخبارية بيكون مميز دائما. أكيد، لأنه ببيتكم. يا حبيبتي أكيد. وأنا بحب كمان أقول شكرا لهالاستضافة الكريمة، شكرا لمحبتكم، لهالبسمة اللي بتخلق جواتنا بداية يوم حلو ابتدينا معكم، ورح نكمل يوم حلو أكيد. رمضان كريم على كل اللي عم بيشوفنا، ودايما نتذكر إنه رمضان كريم بس الله أكرم. أكيد. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، يسعد صباحكم. أكيد، شكرا لكم مرة تانية. أما هلا مشاهدينا حنروح سوا لنشوف مشاهد لصباحة أو حورية سورية رح نتعرف أكثر عليها، ولكن بعد ما نتابع هاي المشاهد التالية.
سالي مثل ما تابعنا من عالم الرياضة والإنجاز ضيفتنا لليوم اللي تعرف بالحورية الذهبية، هي بنت مدينة حلب وابنة نادي الاتحاد الحلبي، بتأهلها لدورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل، سجلت اسمها كأول رياضية بتاريخ الرياضة السورية بتتأهل بدون بطاقة دعوة بعد بطلة ألعاب القوى غادة شعاع يلي فازت بذهبية أولمبيات أتلانتا عام 1996. اليوم معنا سباحة بيان جمعيسا، صباحك ورمضان كريم. صباحكم يا رب، شكرا لكم، رمضان كريم عليكم. يسعد صباحك بيان. صباح. خلينا بالبداية نحكي عن رياضة السباحة يلي تعتبر من أصعب الرياضات اللي بتحتاج لاستمرار وبتحتاج لمواظبة، نحكي عن بداية بيان جمعة، كيف بدت بيان بالسباحة؟ بدايتي أنا كانوا أخواتي اثنين أبطال جمهورية، هي جملة تضل بقولها طبعاً دائماً بكل لقاءاتي. أخواتي كانوا أبطال جمهورية بسباحة وكانوا ياخذوني معهم دائماً على المسبح كوني الأخت الصغيرة، ومثلي مثل أي ولد صغير حبيت المي، يعني بالبداية كانت كلعب. المدربين كانوا عم يشوفوا أنه أنا في ممكن يطلع مني، يعني جسمي طولي تقبلي للمي، يعني كنت كتير في عندي هيك حب للمي من صغري. بلشوا هيك شوية اهتمام بالبداية وبعدين شوي شوي صرت اتدرب ضمن نادي الاتحاد، كانت بدايتي. يعني بيان، خلينا نقول المشاركات أو المشاهدات اللي شفناها بالمقاطع السابقة تحكي شوي عن تفاصيل اشتراكك بكتير مسابقات شاركتي فيها، يمكن منها أيضا شاركتي بدورة التضامن الإسلامي. صح، 2017 بأذربيجان، تحكي لنا عن واخدتي ميداليتين برونزية. صحيح، هلأ من شي أسبوعين برونزية وفضية، تحكي لنا عن هاي المشاركة وكيف عم شوفي مشاركة السوريين أيضا بالخارج. صح، شاركت كتير بطولات كانت آخرهم بأذربيجان مثل ما قلتي، عملت فيها فضية وبرونزية وعملت رقم سوري جديد بسباق 100 متر حرة. كانت مشاركة كتير قوية، الدورة كانت فعلا من أقوى الدورات اللي بنشارك فيها، الحمد لله كانت نتيجتي كتير منيحة. مشاركتنا كسوريين يعني نحن بظل الأزمة السورية ما انقطعنا أبدا عن مشاركاتنا الخارجية، بالعكس كنا دائما عم نعمل بصمة كتير منيحة شاركاتنا خارج البلد وعم نقدر نعمل يعني شيء لحد ما منيح. تمام بيان، قديش بتلاقي رياضة السباحة هي شغف لإلك أو هي يعني فيك تقطعي فترة ولا لا هي إدمان صارت؟ لا لا، هي بالنسبة لي السباحة صارت مثل ما قلتي إدمان، يعني أنا بتدرب تمرينين بقلب النهار، فأيام اللي ما بسبح فيها بصير فيني شيء خلص ما طبيعي مكركبة، يعني إجباري صارت شيء أساسي من حياتي. يعني بيان، يمكن ما بيعرفوا المشاهدين انت جاي من التمرين العام. تماما، الصبح سبحت واجيت لهون دغري. يعني خلينا نحكي كم ساعه يمكن بتتدربي؟ ساعتين الصبح ساعتين المساء، وفي عندنا ساعه لياقه بين التمارين. فنهاري تقريبا 3 ارباع تمرين. هلا كبطله وسباحه، قديش رياضة السباحة هي من أفضل الرياضات اللي بتحرك كل عضلة بالجسم؟ يعني هلأ كتير بنروح بنعمل رياضات ولكن السباحة هي. صح. تشمل كل هدول الرياضات. ايه، هي السباحة بتحرك كل عضلات الجسم، هي بعيدة عن حياتنا العادية، يعني مثلا باقي رياضات طريقة تنفس عادي مثلنا بالحياة، بس المي هي خلص شيء مختلف، يعني صار مختلف عن الحياة كلها اللي برا. كتير مهمة، مهمة للجسم، للصحة، المفاصل، العضلات، فيعني السباحة من أهم الرياضات. طيب بيان، عادة السباح أو السباحة بيكون في لهم نظام حياتي معين مختلف عن الأنظمة العادية. صح. كمان شفنا بيان انتقلت للتدريب. مو تدريب، أنا بس فتحت مدرسة سباحة باسمي، بس أنا ما عم درب صراحة، أنا بس مشرفة، يعني عم تأشرفي عليهم. تحكي لنا شوي عن هي التجربة كمان. هي أول مشروع شغل لي، يعني حبيت أنقل شيء جزء من خبراتي بالبداية لمدينتي، لمدينتي بحلب. حلو أنك بلشتيها حتى عن صغر، يعني عادة بنشوف الرياضيين بس لا يكبروا كتير لحتى. تمام. ينتقلوا للتدريب أو لأنه يحترفوا مثلا أنه يعملوا شيء مشروع خاص. حلو أنه أنت بلشتيها ولساتك بأوج خلينا نقول العمل الرياضي. هو أنا حبيت أنه هيك أجمع الاثنين مع بعض، مشاركاتي بطولاتي وأنه يكون في مشروع عمل، يعني لا أقدر حتى نقول شيء من هالمشاركات لهالأطفال، يعني لنقدر نعمل شيء مميز. يعني فينا نقول حلب بهي الأزمة وقفت شوي عن الرياضة والسباحة خصوصا ظروف المي وهي الصعوبات، فهلأ رجعنا عم نحاول نعمل شيء ويكون في عنا أكثر من
فيني أقول أكثر من بيان يطلعوا من حلب يعني أكيد. خصوصي كمان أكد على الرياضة الأنثوية لأنه بالفعل نحن في عنا ضعف فيها بسوريا بشكل أكيد عام. تحية يعني. كتير كبيرة لكل الرياضيين وبالأخص الرياضيين أكيد. بحلب يلي قدروا أنه يثبتوا ويتركوا بصمة برغم كل الظروف يلي عانت منها محافظة حلب بالفترة أكيد. الأخيرة. تسلمي. شو شعورك وأنت عم تتوجي كبطلة بالسباحة؟ يعني هو شعور حلو. هذا الشعور يلي ما بينوصف، هو الشعور يلي أنا بكون عم بتعب كل السنة لا أقدر وصل لهي اللحظة، فهو شعور يعني فعلاً قد ما حكيت عنه ما بقدر أحكي عن اللحظة اللي أنا بكون عم حسها وأنا عم بطلع بالتوج، ما بالأخير كل تعبي لأطلع التوج وشوف كيف النشيد عم ينعزف العالم عم يطلع، فأكيد حلو. شعور كتير كتير حلو رائع. يعني بيان خلينا نحكي شوي كمان عن دور الأهل، يعني شفنا لك مشاهد يمكن قبل ما تروحي تشتركي بالمسابقة وبعد ما رجعتي كانت والدتك دائماً جنبك أهلك، هذا الدور قد إيه كمان هو أساس نجاح ببيان. هو الأهل هنا أساس لأنه أي رياضي بمر بمرحلة بيصير ببطل بده يتدرب بيصير في عنده شي نوع من الإحباط من التعب بيحب يروح على الحياة الطبيعية، يعني حياتنا نحن كتير صعبة يعني قصة طلعات ومشاوير وهذا كتير بيكون قليل يعني، فهون بيجي دور الأهل أساس كأساس ليعطوا ليحفزوا الولد، وأنا بالفعل أهلي كان ماما بشكل خاص وأخواتي كانوا دائما معي، يعني كل ما مر بمرحله تبع تعبت ما عاد جا بالي لا هن دائما يكونوا مصرين لاني ضل عم بكفي لاعمل شيء، وكانوا شايفين انه ممكن بيان تعمل شيء، يعني كمان الاهل بيكونوا عارفانين الولد اذا هو قدران يستمر ويكمل تعمل اكثر طبعا. تمام. بيان بتمارسي غير الرياضه رياضات ثانيه ولا انت غير السباحه ولا بس السباحه هي الرياضه الوحيده اللي انت لا هي كرياضه سباحه يعني ممكن مع رفقاتي اذا نزلنا نلعب شيء هيك بس يعني للتسليه مو اكثر مثلا لعب تنس هيك شيء بس انه مانا كاحتراف او شيء ابدا. اي تمام. يعني اليوم بيان خلينا نقول هي الالقاب اللي اطلقت عليكي سواء من الناس او من محبتهم او حتى من الرياضيين اللي سموكي الحوريه الذهبيه وغيره كثير من الاسماء، هي مسؤوليه اليوم طبعاً. مسؤوليه كثير كبيره وخاصه نحن بوقت الحرب، الرياضي صار نجم مثل كل النجوم اللي صح. بنشوفهم سواء بالوسط الفني وعليه مسؤوليه بيان اليوم شو؟ اول شيء اذا بدي اقول عن المسؤوليه هي الرياضه صرنا نعتبرها حتى جزء من السياسه، يعني نحن لما عم نمثل برا فعم ننقل صوره من سوريا للعالم الخارجي، اكيد هي مسؤوليه كثير كبيره. انا من صغري بحب اني اتحمل مسؤوليه، يعني لما كنت صغيره انتقلت من حلب للشام عشت بالشام لحالي نقلت دراستي نقلت كل شيء لاني بحب اتحمل هي المسؤوليه، ف عم بشتغل لأقدر دائماً أعمل أحسن نتيجة وكون عند حسن ظن الكل يلي بيحبني كل يلي عم يدعمني كل يلي عم يكون معي إن شاء الله يا رب يا بيان بهيدي الطاقة الإيجابية اللي بداتي فيها أكيد رح يكون في نجاح وأكيد أنت وصلتي لقلوب العالم. نحن تابعناك طبعاً وبتعرفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي دائماً الأصداء كانت كتير حلوة وكنا كتير فخورين ببيان السورية اللي قدمت هيدا البطولة ورفعت اسمنا كلنا بالعالي. تسلمي لي يا رب شكرا كثير لك. بيان خلينا نحكي شوي كمان شو عم تحضري لقدام بعد المسابقة الأخيرة اللي شاركتي فيها، هل في مسابقات أخرى قريبا؟ أنا هلأ خلال 10 أيام رح كون بمعسكر بالسويد رح شارك ببطولة ضمن السويد بطولة أندية وبعدين عم حضر هلأ لبطولة عالم بهنغاريا بشهر 7 فيعني معسكر بالسويد بعدين على هنغاريا لبطولة العالم. يعني طبعا بيان نحن بدنا نتشكر حضورك معنا، بدنا نتشكر هيدا الطاقة يلي انت بلشتي فيها معنا، ولكن قبل بدنا نحكي شوي صغيرة عن بداياتك بالسباحة، المراحل اللي مريتي فيها والنوادي اللي فتتي لها معلش. انا بالبداية مثل ما قلت لكم كنت بنادي الاتحاد بلشت، بعدين بال 2007 انضميت للمنتخب السوري، هون بلشت مشاركاتي الخارجيه بطولات عربيه دورات عربيه، كان في تطور بلشت شارك بطولات اسيويه بطولات عالم. بال 2009 لعبت مع نادي المحافظه. تمام. ضليت مع نادي المحافظه للسنه الماضيه انتقلت على نادي الجيش حاليا هلا عم بلعب باسم نادي الجيش، وحسب اذا في عندي مشاركات بالانديه بشارك باسم نادي الجيش او بشارك بباقي البطولات بكاس سوريا.
يعني اكيد عم بنضغط بين حتى دراسه وموضوع السباحه. هلا صرت مرحله بقى فعلا كان فيها ضغط، من قبل كنت اعتبر قصه تنظيم وقت، هلا صارت لا ضغط بقى علي. اكيد بيان كمان بعيدا عن السباحه انت عم تشجعي المنتخب السوري، حاليا رح يكون في عنا استحقاق مهم للمنتخب السوري الثلاثة القادم، وهو عم يساعد لمواجهه الصين بالتصفيات الاسيويه المؤهله لمونديال 2018. كيف عم بتشوفي هذا الموضوع؟ اكيد بتمنى لهم كل التوفيق، بتمنى شو تحبي توجهي لهم كلمه اكيد للمنتخب؟ يعني يكون في لنا مشاركه بكاس العالم، الله يوفقهم يا رب، ونحن اكيد واثقين فيهم، يعني انا كبيان واثقه فيهم بقدراتهم، وان شاء الله بيعملوا كل شيء عندهم وبيتاهلوا لكاس العالم. بيان، مين المثل الاعلى لك بالسباحه؟ استاذ فراس معلا بالنسبه له اكيد محليا، اكيد بوجه له تحيه، وعالميا سباح مايكل فيليبس. أكيد يعني بيان شوي هيك قدرنا نفوت شوي على حياة بيان السباحة اليوم. نحن مثل ما قلنا بالبداية ولهلا بنرجع بنقول أنت الحورية الذهبية السورية يلي بنفتخر فيها. شكرا لوجودك معنا. لكم، وأنا كتير بفتخر فيكم، بفتخر بمحبتكم، وشكرا لاستضافتكم. شكرا لك. شكرا لك بيان، وإن شاء الله بالتوفيق بكل بطولاتك. شكرا لك، كل عام وأنتم بألف خير. أنت بألف خير. هلا رح نروح سلمى لباقي فقراتنا، حيث افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهرجان التسوق الرمضاني في محافظة طرطوس الذي تقيمه المؤسسة السورية للتجارة بالتعاون مع اتحاد عمال طرطوس، وذلك على الكورنيش البحري بالمدينة. تفاصيل أوفى مع مراسلنا محمد حسن. لأنه شهر الخير والرحمة، شهر رمضان الكريم، افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهرجان التسوق الرمضاني في محافظة طرطوس الذي تقيمه المؤسسة السورية للتجارة بالتعاون مع اتحاد عمال طرطوس، وذلك على الكورنيش البحري في المدينة بحضور محافظ طرطوس ومدير عام المؤسسة السورية للتجارة. نحن منقول أول شيء مساء الخير لأهلنا بطرطوس، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. اليوم افتتحنا على الكورنيش معرض للمواد التموينية، وهذا المعرض إن شاء الله سيصبح ثابتاً، سيصبح معرض ثابت حسب المواسم إن شاء الله. بالاتفاق مع السيد محافظ سيكون هناك معرض للألبسة قريبا جدا. نحن بالسورية للتجارة عم نحاول نقدم الخدمة الممتازة، أسعار مناسبة للإخوة المواطنين مثل ما وعدناهم. اليوم الصبح كنا باللاتقية والمساء بطرطوس، وإن شاء الله ستستمر هذه الفعاليات. نحن بالسورية للتجارة اليوم معارضنا على مساحة الوطن، كنا بسلمية وحماة ومصياف، واليوم صباحا باللاذقية والآن بطرطوس. طبعا هي نفس الدور الأساسي الذي يجب أن تقوم به السورية للتجارة من تأمين التشكيل السلعية بأسعار منافسة. اليوم مثل ما شفنا بهالمعرض هناك تشكيل المواد الغذائية من الخضار، من اللحوم، من الفواكه، بتناول الأخوة المواطنين. نحن بشكل دائم نعمل على إقامة مثل هذه المعارض، وحرصنا على أن يكون شهر رمضان مبارك، كل عام وأنتم بخير في هذا الشهر الفضيل، أنه نعمل هالمعرض بأسعار مخفضة لتمكين الأخوة المواطنين من تأمين احتياجاتهم بأسعار يعني متدني أقل من السوق أكيد. وهذا هالمعرض ما رح يكون المعرض الأول الأخير، رح يكون في معارض متعددة أكيد. المهرجان شهد إقبالا واسعا من أهالي طرطوس، وسيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ويضم أقسام لكافة المواد الغذائية والتموينية ومواد التنظيف والخضار والفواكه بعروض وحصومات من 10 حتى 30% على بعض المواد، وتتجاوزها في مواد أخرى عن أسعار السوق المحلية. المهرجان كتير حلو، الأسعار كتير مقبولة، وإن شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم، وإن شاء الله دائما هيك بتضل فرحة عامة على سوريا. أسعار كتير مناسبة وكتير مقبولة، طلعنا كل الأسعار هلا برمضان، كتير حلو هالتسوق. الحمد لله الأسعار كويسة غير شكل، إنه كل شيء متوفر، يعني بنجي بناخد كل حاجياتنا وبدون ما نبرم أكثر من محل يعني، والأسعار مثل السوق وأرخص يعني. كتير رخيصة وكويسة يعني، أرخص من برا يعني بكتير، يعني أسعار كتير كويسة. المؤسسة السورية للتجارة ومن خلال هذا المهرجان تجسد دور المؤسسات العامة في التدخل الإيجابي في السوق المحلية من خلال عرض منتجاتها في عدة محافظات ومناطق بهدف التخفيف عن المواطن وتقديم السلع بمختلف أنواعها بأسعار منافسة وجودة ممتازة.
سلمى، هلا صار وقت نروح للمساحه الطبيه، فالتهاب المفصل التنكسي يعتبر من اكثر امراض المفاصل شيوعا ويحدث على الاغلب في بلادنا بعد سن الأربعين، وسببه تاكل الغضروف. اليوم رح نحكي عن هالمرض الى جانب طبعا ترقق العظام ايضا مع الدكتور جهاد داغستاني اخصائي بالجراحه العظميه. طبعا اكيد للمشاركه بهذه الفقره فيكم تتصلوا فينا مشاهدينا على الارقام الظاهرة أسفل الشاشة. رمضان كريم دكتور. رمضان كريم، يسعد صباحك دكتور. صباح النور أهلا دكتور. بالبداية خلينا نعرف الناس بمرض خلينا نقول التهاب المفصل التنكسي وشو أسبابه. خلينا نحكي أول شيء، المفصل هو عبارة عن في مفصل مثل مفصل الركبة عبارة عن عظم، وفي سطوح مفصلية مغطاية بالغضروف العظمي. التنكس هو تكون أن السطوح المفصلية الغضروفية تصير تآكل فيها واهتراق فيها. السبب الأساسي بالتنكس مفاصل هي صباح العمر والتقدم بالعمر. المفصل هو كتلة حية في بناء وهدم بشكل مستمر، مع تقدم بالعمر بصير الهدم أكثر من البناء، فبصير بيأهب يتنكس المفصل الركبة. طبعا في عوامل كثيرة بتؤدي لتنكس مفصل الركبة مثل تمزقات الغضاريف أو تمزقات الأربطة أو كسور ضمن سطوح مفصلية، وفي إضافة الأمراض الرسوية بتأثر على هدول. هلا الشغله اللي بصراحه لاحظتها ببلدنا بسوريا انه نحن عم نضطر نبدل مفاصل الركبه بعمار صغيره، بعمار 50 سنه، وهذا الشيء ما شفته بماليزيا ولا بالمانيا. بالمانيا كنا نبدل مفاصل بعمر 70 80 تقريبا، نحن هون عم نضطر نعمل تبديل مفصل الركبه بعمر 50 سنه. يمكن رتم الحياه غير صحي لبلدنا، ما في رياضه، التغذيه غير جيده، الارضيه الصلبه اللي نمشي فيها، نوع الاحذيه اللي بنستعملها عم يأهب انه المفاصل عندنا عم تصير تنكس فيها. يعني دكتور كثير المفاصل عم يعني هو بشكل بنسبه 90% تقريبا بيعانوا من وجع المفاصل. هلا عم نشوف كمان حتى اللي سنهم كمان صغير، برايك شو هذا السبب يلي كثير منتشر هذا الالم؟ هلا باعمار صغيره عم السبب الاساسي للتنكس المفاصل الباكر هو التمزقات الغضاريف الغير معالجه بشكل يعني مو معالجينها، مهملينها. هلا احنا بصراحه اذا في مريض عنده تمزق الغضروف بخلال الاسبوع الاول 10 ايام الاولى بحالات خاصه بنقدر نخيط الغضروف ويرجع المريض لحياته الطبيعيه اذا راجعنا الفتره الباكره. المشكله الاساسيه نحن عم نراجعنا المريض مراحل متاخره، بتكون التمزق صار له فتره طويله، في تخريش بالسطوح المفصليه، تاكل بالسطوح المفصليه، صار التداخل تبعنا حيكون تلطيفي اكثر ما هو. هلا بصراحه الحمد لله انا من شيء سنه 17/7/2016 قدرنا نسوي طريقه جديده تدخل لسوريا، ناخذ خلايا ستيم سيلز من الفات ونحقنهم بمفصل الركبه عشان نعيد تجديد الخلايا الغضروفيه دول. من شهر تقريبا قدرنا ناخذ موافقه وزاره الصحه الحمد لله. اغلب الحالات بصراحه انا سويتهم برات سوريا، كان بدايه كنا عم ناخذ موافقات عليها. هي الطريقه الجديده مبدا اساسي انه نعيد بناء مفصل الركبه من الداخل. ماليزيا كنا نسوي ناخذ من بون مارو، ناخذ خلايا نقل العظام ونبعثها على مخبر نكاسرها ونحطها بطابعه بيولوجيه نطلع منها غضروف ونحقنهم بالركبه بعد 6 اشهر. هلا الطريقه الثانيه الجديده اللي قدرنا ندخلها على سوريا، بصراحه قدرنا ناخذ من الفات من دهون جسم نحطمهم نطلع منهم البريسايتس. البريسايتس هي الخلايا المحرضه على البناء عشان نقدر نعيد بناء مفصل الركبه. انا طبيب جراح مناظير، فكانت بعاني مشكله انه وقت المرضى اللي عنده تمزقات غضاريف رياضيين وتكون اضطر نقيم قسم متمزق مغضروف، هذا عم يسوي ديفكت، ضياع مادي بالغضروف، عم يأهب يتنكس المفصل على المدى البعيد. فبالطريقه هي بنحقن الخلايا هي بنقدر نرجع المريض تقريبا 99% لحياته الطبيعيه. طيب دكتور جهاد، هذا الاسلوب بالعلاج وغيره من الاساليب العلاجيه مثل ما قلت عمل نقله نوعيه بطريقه العلاج بسوريا، خلينا نحكي بشكل عام عن اهم التوجهات يلي بتتوجهوا الى مع المريض لعلاجه، وخصوصا انه مثل ما بنعرف التهاب المفاصل جزء منه حركي بيعتمد على علاج يمكن الانسان بيعمله مع نفسه غير الجزء الدوائي. يعني طبعا ما في شيء اسمه حبة سحرية، تمام. هو سيستم علاج. أهم شيء إنه في رياضة لطيفة، نحن ننصح بشدة بسباحة مثلاً، لأن السباحة المفصل بتغذى بالسائل اللي حواليه، الحركة من دون تحميل وزن. رتم الحياة الصحي إنه مثلاً لو المريض مثلاً قعد ساعة تمشى 5 دقايق بس ما تمشي ساعة متواصلة،
نوع الحذاء الطبيعي، تغيير الغذاء، الغذاء اللي يكون فيه كثير بنفضل يكون مثلا فيه اسماك، يكون فيه لبن، جوز، تمر، خضار، فواكه فريش. نبتعد عن اكلات اللي في ترفع حمض البول مثل الفول، حمص، فلافل، دول الشغلات. المفصل كثير، المفصل بتغذى بالحركه وبتتاذى بالجهد المتكرر عليه. فمبدا العلاج انه نحن بنحاول نخفف الجهد ونزيد الشغلات اللي بتعيد بناء المفصل تبعنا. تمام دكتورة، عم نشوف هلا بالفتره الاخيره النساء عم بتعاني من وجع بغضروف عند الركبه. اغلب النساء بيعانوا من نفس الموضوع، يعني انا شفت كثير حالات بعلاقاتنا الاجتماعيه انه موجوعه من ركبتي في مفصل، وطبعا احيانا عم يلجأوا للزيت برمزلقه. تماما للزيوت الطبيعيه. شو رايك بهذا الموضوع؟ شو سببه؟ هلا اول شيء لازم الشخص، سبب الالم هو التنكس بيجي بكذا مرحله. اول مرحله ازعاج وعدم الراحه، المرحله المتقدمه بصير في الم، مرحله الم على مشي مسافه طويله او جهد طويل. المرحله الثالثه بصير في الم على حتى الجهد بسيط. فنحن اهم شيء انه ما نوصل المريض، هدفنا انه ما يصير المريض نوصل المريض اللي يحتاج تبديل مفصل ركبه بعمر بكير، ما نضطر نبدل المفاصل تبعاته. فاهم شيء انه رتم الحياه الصحي لازم يكون، رياضه لطيفه، نوعيه الحذاء كثير تلعب دور كبير. هلا مشكله بلدنا انه ارضيه بيوتنا كلها ارضيه صلبه، هلا برا بماليزا بالمانيا ارضيه خشب بيمشوا على تريب. هلا نحن بنقول للرياضي روح العب بالصاله، ارضيه الصاله بتكون قاسيه بتأذى المفصل تبعه. نفس الشيء. فنوع الحذاء الأساسي لكل رياضة له نوع حذاء خاص فيها. والغذاء الصحي لازم يكون يعني أساسي الموضوع هذا. الغذاء هو أهم شيء. طيب دكتور جهاد، أيضا إذا انتقلنا شوي بالحديث لترقق العظام، يعني ترقق العظام صرنا عم نشوفه بالفترة الماضية ما عاد فقط عند سن معينة وخصوصا عند السيدات، صرنا عم نشوفه حتى عند الصبايا أو شباب من سن مبكرة. أسباب هذا الشيء؟ هلا عند الاعمار الصغيره اغلب اسباب العلاقه بالنقص فيتامين د، عم نلاقي نسبه كبيره من الرواد الغذائي تبعنا بيكون ناقص فيتامين د. فالمشكله ترقق العظام هي مرض صامت بنسميه، المريض ما بيحس انه عظمه عم يضعف حتى يصير لا سمح الله كسر، يتعرض لرد بسيط يؤدي لكسر. كثير ضروري نعمل اول ما مثلا خصوصا عند السيدات اول ما تقطع الدوره لازم نعمل كثافه عظميه وتحاليل نعاية الكالسيوم والفيتامين د، ونعطي حسب الدرجه هي نعطي علاج مناسب. تمام. ونحتاج لفتره طويله. هلا مشكله المرضى بيجوا بيقولوا لي انا اخذت يا دكتور اخذت كالسيوم صار لي علبتين ثلاثه، انا بقول له انه انت مثل اكل، يعني لازم ناخذ دواء لفتره طويله الكالسيوم. تمام. سؤال دكتور صغير، هذا العلاج تبع الكالسيوم او حتى المرافق له فيتامين د، لانه دائما بيترافقوا هدول الدوايين مع بعض، اذا صار في انقطاع لهذا الدواء لمده خلينا نقول المراه اخذته شهرين وقطعت شهر ردت اخذته، في مشكله؟ هي مشكله احنا العظم في نفس رب العالمين خلق، نحن عندنا العظم في بناء وهذا بشكل مستمر، وقت نقطع المرمم الكالسيوم بصير عندنا الهدم اكثر من البناء. نعم. فنحن بدنا وقت، بصير لو رجعنا له بدنا وقت حتى نقدر نعوض. دكتور رح نرجع نكمل هذا أوكي. التفصيل، ولكن معنا اتصال هاتفي. صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيكي. فيني حاكي الدكتور؟ اهلا وسهلا تفضلي. بس بدي اساله انه انا دائما بس بقعد بكون عندي الام عند الورك، شو سببه؟ عفوا الام بالورك؟ آلام الورك. أيوة. ممكن أعرف قديش العمر؟ 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 العمر 28. 28 سنة، 28 سنة عمر صغير كثير حتى يكون في آلام بالورك. بصراحة في بحاجة دراسة نعمل صورة بسيطة للحوض تظهر الوركين وفحص بسيط، بس الآلام عم تسمعينا؟ ألو؟ عم تسمعي الدكتور؟ مو كثير. نحن لازم ننفي كمان اسباب العصبيه اذا في عندنا ضغط. دكتور عم يقول لك انه انت هلا بحاجه لصوره صوره بسيطه للحوض تظهر الوركين وفحص بسيط لننفي انه الاسباب العصبيه، او الم بالاعمار الصغيره لازم نكون كثير حذرين انه في الم بالورك، ولازم ننفي يكون شيء اسمه لا سمح الله نخره جافه بعنق الفخذ او اي شيء ثاني. بحاجه لصوره مع تشخيص مع دراسه للحاله تبعك. تمام. عم تسمعي بس يمكن سمعت الاجابه هي الدكتور، يعني عاده اوقات بيقولوا طريقه القعده كمان بتاثر طبعا طريقه القعده كيف السيدات مثلا كثير بيتنوا هلا كثير ضروري شدي انه القعده اللي بيقعدوا فتره طويله بمكاتب لفترات طويله انه ما يقوموا دوري،
يعني لازم يحرك المفصل تبعه قبل ما يقوم. وانا بنصح بشده انه عاد ساعة تمشي خمس دقائق لو ضمن مكتب صغير بس ما تمشي ساعة متواصلة. هلا نحن اساس بنجزئ الجهد على المفصل، مثلا سيدة البيت عندها شغل بالمطبخ ساعة جزء تشغل نص ساعة وتريح ربع ساعة وتشتغل بعدين نص ساعة ثانية. يعني لازم نحن قبل مرحلة الألم بشوي صغير نخفف الجهد علينا. الألم هو من رب العالمين مشعر انه نحن في عنا مشكلة بالمفصل تبعنا، في جهد، في شيء مو كويس، فنحن لازم نوصل المرحلة اللي فيه قبل ما نحس بالألم ونخفف الجهد على يعني الوقفة أو الجهد اللي عم نسويه، الأكتيفيتي عم نسويه. دكتور عم نشوف كمان في معاناة كتير كبيرة من الشباب والصبايا بالرقبة كون الموبايل بيضل هيك. أوكي. يعني استخدام الموبايل هو الأكثر شيوع وحتى صار إدمان، يعني عم يصير في وجع بالرقبة. بصراحة نحن عم نلاقي كتير عم نصور صبايا وشباب أعمار 30 سنة عم نلاقي عنده تنكسات بالفقرات الرقبية من وراء الموبايل، من وراء القاعدة في وضعيات خطأ. يعني هي يمكن حنشوفها بعد فترة. أكيد. لا عواقب طبعا هي بتأثر أكيد. بعدين بتصير في خدر تنمية بالإيدين، أعراض جذرية بتسوي يعني على المدى البعيد بتسوي. فكتير هو رتم الحياة دي يكون صحي، يعني ما بيش إنه الإنسان يعيش طبيعي بس يكون رتم الحياة تبعه صحي. نعم تمام. يعني عم يتوافد اتصالات كتير ومعنا اتصال تاني. يسعد صباحك. ألو صباح الخير. صباح الخير، كيف تفضلي؟ يا أهلا وسهلا فيكي، رمضان كريم. الله يسلمك يا رب، علينا وعليكم يا رب. وعليكي، تفضلي دكتور. معك بيسأل الدكتور، جوزي وقع من 3 أيام، وقع هيك على حفة وصار معه بيك يعني الظهر وصار له العظم، الحمد لله ما في شيء، بس هو من قبل عنده انقراض بين الفقرات صار ظهره. بس هلا الرب كثير امتد على صدره وصار يرجع صدره أكثر. شوفي يعني شغلين ياخذها. معفى ان شاء الله. هلا اذا كان في عنده مشكله قديمه انقراص واجى الرد عليها فهذا بيأهب انه يتنكس الغضاريف بين الفقرات، بس لازم نعمل صوره بسيطه لصدره ننفي انه في عنده لا سمح الله رد على الصدر او في كسور اضلاع. اهم شيء بالمرحله الحادة هي هو الراحه بصراحه، انه ما يحمل اوزان ثقيله، يخفف الجهد على هذا، وبفضل ما ياكل شغلات تنفخ المعده. أز يعني هذا، وفي ياخذ مسكنات مبدئيا، بس هو بحاجه لفحص نشخص مزبوط شو عنده. تماما. يعني يمكن مثل ما سمعنا سالي، عاده الاكثر شيوعا هو انه المريض بتوجه لشو اخذ فورا قبل تحديد المشكله بحد ذاتها. قد ايه بيواجهك يمكن ناس صارت معهم تفاقم اوقات من انه بياخذوا ادويه غلط او ادويه بالسمع مثل ما بنقول؟ لا بصراحه هي المشكله احنا ما كنا نلاقيها برا، انه برا صرف الدواء بيكون كثير موجب وصفة كثير بوصفة دقيقة. احنا عندنا بيجي المريض اخذ كل انواع الادويه، حتى مسكنات كثير صعب انك تحصل عليها. هون هي متاحه، يعني هل هذا الشيء هو غلط بي؟ هلا لازم يكون مو كل المسكنات تكون ميديا المريض يتوصل لها. هلا مشكله بصراحه بنلاقيها مرضى بيرجعوا عنا باخذين كورتيزون كميات كبيره، فتيجي لعنا بكون الفحص السريري تبعنا العصبي عم بيختفي، ما بدنا نقيم مزبوط الوضع تبعه. هو اساس العلاج الاساس انه اي مرحله الحاد لازم نراجع طبيب ونشخص مزبوط شو الحاله ونعطي الدواء اللي بيناسب الالم هذا. انا بنصح ما لازم نعطي مثلا اذا فينا بحبه استامول مسكن الالم بيكون كافي، اذا غيرنا رتم الحياه تبعنا والحذاء تبعنا غيرنا تمام. احتمال يكون كافي. كمان دكتورة معنا اتصال من حمص. تفضلي. اهلا وسهلا دكتور. أنا بنتي مع تنازل شيهان، عمرها 57 سنة، بتاخذ أليتروكسين على طول، كورتيزون تعويضي، عم تشكي من آلام بجسمها كثير، شو السبب؟ هلا بالعمر حدا أكيد عندها تكون تنكسات بالمفاصل وجهد على المفاصل كثير، هي بحاجة لدراسة بصراحة، لأنه شو عندنا؟ بحاجة لدراسة طبعا. دراسة. وفضل نراجع دكتور داخلية مفاصل كمان يكون. طيب شكراً لك، شكراً لمشاركتك. أهلا شكراً لك. يعني مثل ما تابعنا دكتور كمان، يعني بعض الأمراض هي بتكون أوقات طبيعية بسن معين،
يعني انه مثلا المفصل او العظم بسن معينه طبيعي انه يتعرض لبعض هاي الاشياء، كيف طبعا الشخص بيحمي نفسه يعني؟ هلا كبير بالعمر بنصحه انه يتجنب ما يقع مثلا، اللي يعني كبار بالعمر كثير ضروري مثلا البيت ما يكون في شغلات يتفركش فيها مثل سجاد او اي شيء، كثير ضروري يكون اناره. هلا كثير موضوع اساسي نحن باعمار كبيره بنصح بالحمام، خصوصا اذا بيروح انه يكون في سنادات في حتى ما يصير لا سمح الله انزلاق ويصير كسر عنق الفخذ. بصراحه احنا بنعاني بلدنا انه بيجينا مرضى باعمار كبيره عنده ترقع عظام شديد، ما بيشخص الحاله الا بعد ما يصير في كسر لا سمح الله، مضطر نعمل تبديل مفصل لهم. فاساس الاساس لازم نحمل الوقايه نحن، كل عمر له حقه يعني، يعني الواحد مثلا كبير كل عمر له حقه وطريقه بالعلاج تبعه. يعني يا دكتور قديش يعني قديش بنلاقي انه الكسر لمرضى ترقق العظام هو يشكل خطوره؟ طبعا كسر مرضى ترقق العظام لانه بيكون عندنا كسر العظم ضعيف، بيكون كسر اوقات لا كسر مضاعف، حتى اذا مضطر نعمل مفاصل نوع المفصل بيكون خاص بالمرضى ترقق العظام. نعم يعني دكتور ما بنقدر نركب المفصل العادي دكتور. نعم وكمان معنا اتصال ثاني، يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. الو عم تسمعينا؟ تفضلي. الو عم تسمعينا؟ اهلا وسهلا. الو صباح الخير. صباح الخير، يا ريت توطي شوي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون. الو يسعد صباحك. الو تفضلي. الو صباح الخير. صباح النور. فيني احكي مع الدكتور؟ تفضلي. يلا انا من سنتين ونص عملت عمليه تنظيف لركبتي، سقفوا لي عظم متفتحة الركبة ولحد الآن يعطوني إبر فيها، ما استفدت شيء أبداً ولحد الآن ورماني عم توجعني، والثانية اليمنى كمان فيها كمان يعني كمان عم توجعني. هلا قال لي الدكتور بدها يا حقن يا بدها مفاصل بالركبتين، تغيير مفصلين وتغيير مفصلين كلفة 3 مليون وما لي قدرة أعمله. دكتور بالله دقيقة. دكتور. معفاة إن شاء الله. عن صورة بالعملية التنظيف تبدلات تنكسية خاصة بمستوى القصف الأنثى من مفصل الركبة اليسرى. الثانية في وجع كثير. طلع فيها هلال غازي بمستوى القسم الوحشي من المسافة. هي عم تعطيك التشخيص. أوكي. هي عم تعطيك التشخيص. تغيير المفصلين وأنا ما لي قدرة يعني. يمكن أعرف يعني العمر. يمكن دكتور. العمر بس أعرف العمر قديش. عمرك مدام؟ العمر كله ان شاء الله. هلا حسب العمر بصراحه نحن ما بنفضل كنا نعمل تنظير ركبه يعني فوق 60 سنه الا اذا صار في انعقال مفصل ركبه. بالعمر تبعك بيتناسب مع التهاب مفصل تنكسي اكيد درجات متاخره. عم تقول المدام انه هي بعد ما عملت تنظير فانطلب منها عمليه مكلفه. فهي في شيء مثلا انه يعني لازم تعمل هي العمليه ولا لا؟ مش على الاساس تبديل مفصل ركبه هو الالم. بقول لهم قديش في ايش في مريض لكن عم يتحمل الم وقديش في يمشي مثلا؟ بقول لهم مريض اذا في يمشي 5 دقائق 10 دقائق قديش في يمشي بدون الم؟ مدى الحركه تبع مفصل الركبه، الصوره البسيطه لمفصل الركبه بالوقوف كثير اساسيه، بيهمني انه ما يصير تحت خلع بالمفصل، فصار هذا اجباري لازم تبديل مفصل الركبه. هلا هدف علاجنا الاساسي نحن ناخر تبديل المفصل قد ما بنقدر، بس مو نوصل لمرحله انه يصير تحت خلع بالمفصل ما يقدر يركب مفصل العادي. نعم. هلا تبديل المفصل هي عمليه جدا بسيطه بصراحة مو مكلفة بالنسبة لبرا، بس هي حل جذري للمريض إذا ما عم يقدر يمشي إذا في تنكس شديد. يمكن كمان جهز معنا اتصال. نعم. من حما دكتور. تفضلي. تفضل ميسا. تفضلي يا ميسا معك نحن. تفضلي. صباح الخير. عم تسمعينا ميسا؟ عيسى صباح الخير. أيوه تفضل. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. أهلا كيفك دكتور؟ أسلمك أهلين. يا أهلا وسهلا فيك. ممكن نحكي مع الدكتور؟ إيه بس فضل. توطي شوي صوت التلفزيون تسمعنا من التليفون. فكرة عندي. تفضل. أهلا دكتور مرحبا. تفضل. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا أهلين معافى. كيفك؟ أهلا وسهلا فيك أهلين. دكتور أنا نتيجة تعبي إجري اليسار وقت البنشي بتتعب كثير وبيصير في وجع ومثل يعني تخضر، ممكن السبب يعني؟
ما فش قديش عمرك؟ العمرك عمر كله ان شاء الله. عمري 61 سنه. العمر كله ان شاء الله. الوجع بيجي بس بالطرف اليسار مثل في خدر تنميل؟ في خدر تنميل؟ يا دكتور تفضل. عمري 61 سنه. العمر كله ان شاء الله. الوجع اول ما تفيق الصبح بكير الوجع بيكون قوي؟ لا وقت الصبح ما في وجع، بس وقت بمشي علي بصير وجع، بقعد برتاح بروح الوجع. معفى ان شاء الله. في عندك في الام قطنيه عندك حادي؟ في شيء مشاكل الظهر؟ ما عندي اي وجع بالظهر. معفى ان شاء الله. الوجع بسال بتمشي قديش بعد قديش بتقعد تمشي؟ مسافه 100 متر 200 متر؟ يعني مسافه شيء 20 متر بسبب وجع بالعضله الفوقانيه والتحتانيه. مثل ضر اجري يعني وجع بسيط يعني. معفى ان شاء الله. هلا احنا الحاله هي لسببين، يا سبب بيكون وعائي. مدخن حضرتك؟ دخن؟ نعم. صار لك زمان بتدخن؟ والله إلي العمر كله بدخن. اوكي، يعني بنصحك شدي انه نقلل الدخان شوي صغيره، نحن بحاجه نعمل صوره بسيطه لعمود الفقري القطني بالوضعين، وبحاجه لتقييم كمان من نعمل ايكو دوبلر للشرايين عشان ننفي انه في شيء عندنا نقص ترويه. يعني في سببين، سبب يا وعائي يا سبب تضيق القناه الشوكيه بيكون، يا سبب عصبي يا سبب وعائي. فمعافى ان شاء الله. معافى يا عيسى. اكيد يعني دكتور التدخين له مضار يعني حتى على الام المفاصل. طبعا طبعا التدخين بيؤدي لتقبض الاوعيه الدمويه، فبيقلل الترويه الدمويه للمفاصل. هلا كثير نحن ضروري المفصل بالغذاء الصحي، خصوصا برمضان لازم يكون غذاء منوع. تماما. يعني مثل ما سمعنا عيسى عم بيعاني من ألم، ولكن عم يقول لك انه هو بيدخن العمر كله. فاحيانا بعض الاطباء يعني ما بيسالوا على هدول التفاصيل فبيتجاوزوها، ولكن التفاصيل هي كثير مهمه. هي اساسيه، موضوع التدخين اساسي، رتم الحياه الصحي اللي نعم. في عنده ارتفاع حمض البول نعم. مثلا بالدم هذا بيأثر بيأهب يتنكس المفصل اكثر. نعم. أوكي. دكتور ايضا معنا اتصال من السويدة، واياد يسعد صباحك يا اياد. صباح. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل دكتور جهاد معك، شو بتحب تساله؟ بس بدي اساله، عندي طفل عمره 8 سنوات. هلا اول ما ولد كان عنده مشكله كلي صحائيه، فسوى له اكثر من عمليه، وهلا عندنا مشكله بالركبه بس. هلا وعنده مشكله عصب من الركبه وتحت بالرجل ضعيف، بس صرنا اكثر من مره مسوي له عمليه للركبه، عمليه فتح وما بتضبط، يعني كل سنه تقريبا بنطلع اشياء بنسوي له عمليه ما بيمشي الحال. فبيسالوا شو الحل؟ معافى ان شاء الله. هو مسوي تخطيط اعصاب؟ ايه مسوي تخطيط اعصاب. هلا نحن لازم مسوي تخطيط اعصاب وعضلات؟ هلا تخطيط اعصاب لا، بس صور للركبه وللورك وللقدم من تحت كله مسوي له. معافى. هلا نحن لازم من فتره سنه تقريبا. هلا بهيك حاله نحن بحاجه دراسه ننفي الشباب العصبيه اذا في عصب مطوط عندنا، يعني بالعمر هذا احتمال نحتاج تخطيط اعصاب وعضلات للطرف اللي فيه الركبه اللي بتاذي اياه، عشان نشوف قوه العضلات، وحسب الحاله فينا نعالج تقريبا، يعني بحاجه دراسه شوي اكثر. طيب دكتور بس اذا في مجال تعطيني العنوان بس لاطلع على العياده يعني. اكيد رح نعطيك اكيد اياد تحت الهواء رح تعرف عنوان الدكتور. شكرا لمشاركتك معنا، واكيد بنتمنى الشفاء لابن حضرتك. اوكي. يعني دكتور عم نشوف اتصالات كثيره حول موضوعنا لليوم، الام المفاصل والعظام. مثل ما بنعرف كمان النساء مثل ما حكيت هلا من شوي انه بعد ما يخلصوا من الدوره الشهريه بس عندهم شويه بترقق بالعظم، هل الادويه لحالها كافيه ولا في غذاء معين لازم تتبعه الانثى لتقدر تكمل؟ هي ما بيجي دواء لحاله مكافي طبعا، لازم يكون غذاء صحي منوع، يكون لازم يكون غذاء تبعنا في وارد غذائي من الكالسيوم والفيتامين د. الرياضه اللطيفه كثير اساسيه كمان بالهذا، يعني برا بالمانيا بتلاقي عمرها 70 سنه راكب بسكليتي او عم تسبح، يعني في الرياضه اساسيه بالموضوع هذا كثير ضروري. والغذاء الصحي منوع، هلا كثير بننصح انه يكون غذاء في حليب مثل لبن، سمك كثير ضروري، كثير جوز، زبيب، تمر، دول اهم شيء الخضار والفواكه الفريش، يعني بتعد عن الفاست فود والاكلات
أكيد. يعني نصائح كتير كانت معك دكتور، نتمنى كل اللي شاركنا واللي حتى ما قدر يشاركنا واستمع لنا وشاهدنا يكون وصلت له النصائح. شكرا كتير لوجودك معنا. شكرا لوجودك معنا دكتور وللنصائح اللي قدمتها، وإن شاء الله يا رب نكون مع بعض بمواضيع تانية عبر شاشة الإخبارية السورية. يسعد صباحك ورمضان كريم. رمضان كريم، شكرا كتير لك. هلا يا سلمى، رحلتنا لليوم وصلت لنهايتها، رحلة جديدة بنلاقيكم فيها بكرة مع مواضيع وضيوف جداد ببقية أيام أيام رمضان. طبعا تحيتنا الدائمة لحراس الأرض أبطال الجيش العربي السوري على كافة الجبهات، من لكم الله يحميكم ورمضان كريم. أكيد سالي، رمضان كريم لكل أبطالنا وحراسنا وصناع الأمان. محطتنا الرمضانية لليوم وصلت لنهايتها، بيبقى أنه نذكركم بأي فكرة بتهمكم أنه تطرحوها وتشاركونا فيها، راسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. بكرة بعدنا بجداد بنفس التوقيت تمام الساعة 10 صباحا من مقهى المكتب بدمشق. لهلا من هلا لوقتها تبقوا بألف خير وتضلوا بخير. باي باي.